بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم. كاسك يا أهلي، إن شاء الله كاسك يا أهلي. المكسب دايما هو عشق جماهير النادي الأهلي، حصد البطولات، تحطيم الأرقام القياسية هي الهدف لكل أهلاوي، لكل منتمي للنادي الأهلي. وزي ما عودنا النادي الأهلي دايما في إسعاد غالبية الشعب المصري العظيم، بننتظر كلنا النهاردة حصد الثلاثية التاريخية بعد الفوز بكأس مصر للمرة 37 وتحقيق رقم قياسي جديد يضاف لأرقام النادي الأهلي القياسية بعد الفوز ببطولة الدوري وبطولة الأبطال الأفريقية. ويتبقى في الحصاد الرباعية والخماسية بمشيئة الله، وأقصد بيهم السوبر الإفريقي والسوبر المصري وتحقيق رقم قياسي جديد إن شاء الله. أعتقد من وجهة نظري أنه لم يتحقق من قبل، ولكن الأهلي قادر على تحقيقه إن شاء الله، ومين غير الأهلي اللي يقدر على تحقيقه؟ وكلنا ثقة النهاردة إن شاء الله في نجوم الأهلي على تحقيق هذا الإنجاز. ونعمل إيه؟ هو ده قدرك يا أهلي، أنت اللي طمعتنا، أنت اللي خليتنا دايما متعودين على حصد البطولات، أنت اللي عودتنا على اقتناص الكؤوس، أنت اللي عودتنا على حصد الألقاب سواء محليا أو قاريا، أنت اللي عودتنا على كل ده، أنت اللي عودتنا على كل حاجة حلوة. بعد ما فرحتنا القرن الماضي بلقب نادي القرن عن جدارة واستحقاق، انت حتى الآن تتربع يا أهلي على عرش حاصدي البطولات عالميا بعد الفوز ب 43 بطولة منذ بداية القرن ال21 حتى وقتنا هذا. يعني في 20 سنة فقط يأتي في المقدمة النادي الأهلي بدون منازع ب 13 دوري وخمسة كاس مصر و11 سوبر مصري وسبعة دوري أبطال أفريقيا وستة سوبر أفريقي وواحد كونفدرالية أفريقية. ويأتي من بعدك يا أهلي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا ب 42 بطولة. إن شاء الله النهاردة، إن شاء الله تكون النهاردة البطولة رقم 44 لتواصل تربعك على القمة كما عودتنا وعهدناك دائما مصدر الفرحة والسعادة لنا جميعا، ولا توجد حياة بدونك يا أهلي. النهاردة إن شاء الله هنلعب نهائي كاس مصر على اللقب الثالث، وهناك لقب آخر نتمنى التتويج به في شهر ديسمبر إن شاء الله، وهو السوبر الأفريقي عندما يلتقي النادي الأهلي مع نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر، وهو الموعد المقترح له حتى الآن. لكل عشاق النادي الأهلي اللي بيقولوا بصوت واحد وأنا معاهم، أهلاوي أنا والفخر ليا. عايز اتكلم عن ماتش النهارده. ماتش النهارده على فكره مش سهل، خلي بالكوا دي من الماتشات المقلقه جدا. يعني طبعا ان شاء الله عندنا ثقه في الجهاز الفني وثقه في اللعيبه، ولكن الماتشات اللي زي دي انا بقلق منها، بقلق منها مع احترامي للمنافس. طبعا المنافس لما بنقول مثلا الاهلي هيلاعب غير النادي الزمالك، هيلاعب فرقه ثانيه غير نادي الزمالك مثلا، فاحيانا بعض الجماهير بتستسهل الماتش وتقول ايه لا الاهلي هو اللي هيكسب ان شاء الله، ده المفروض ان هو مفيش فروقات. لا، الماتشات اللي هي زي دي اللي هي ماتشات النهارده دي ما تبقاش سهله. ماتشات خلي بالك كمان وجايه ايه، ماتش نهائي كاس، نهائيات الكؤوس والماتشات اللي هي زي دي مع فرق انت تقول ان انت مثلا احسن منها بمراحل او الفروقات بينكم كبيره، لا ما بتبقاش سهله، لان ده طلائع الجيش، منافس محترم صعد على حساب انديه كبيره لنهائي الكاس، وصل للنهاية عن جدارة واستحقاق، وبالتأكيد بيطمع في مواصلة مشواره والفوز بالبطولة. النادي طلائع الجيش مطلع الوصيف ومطلع بطل المسابقة السنة اللي فاتت، مطلع تاني الدوري ومطلع تالت الدوري، عشان كده لازم نعمل ألف حساب لهذه المباراة، لأنها أمام فريق منظم بيلعب كرة جيدة ودعم صفوفه بعدد كبير جدا من الصفقات الجديدة يمكن بلغت 9 لاعبين، ولكن الأهلي دايما عودنا بيلعب على الفوز مهما كانت المنافسة. بنحترم جميع المنافسين سواء اللي هم أقل مننا أو اللي هم زينا في المستوى. هنروح لمراسلنا كريم أحمد فندق الإقامة ونطمن منه على الأجواء ونحطكم في الصورة كالعادة. مساء الخير يا كريم، بنرحب بيك. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد جدا على جماهير النادي الاهلي. الثلاثيه مش بعيده على اللاعبين
اللي عندها اصرار ورغبه كبيره جدا وجديه وحماس، اللي ان شاء الله النهارده تكون فرحه كبيره زي ما شفنا فرحه دوري ابطال افريقيا اللي غابت عن فريق النادي الاهلي مده 7 سنوات. ان شاء الله النهارده باذن الله الكاس رقم 37 يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي بالجزيره. كواليس عديده كالعاده وتغطيتنا الخاصه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للفريق المتواجد هنا في الاسكندريه، دخوله في معسكر مغلق كالعاده قبل المباراه ب 48 ساعه. انهى النادي الاهلي استعداداته خلاص، كان في تدريب مهم جدا وقوي على احد الملاعب طبعا المتواجده في فندق الاقامه، ودي امور طيبه جدا يا كابتن ايمن. يعني الملاعب لما بتكون قريبه من فندق الاقامه بتساعد بشكل كبير التركيز، ما بقاش في اجهاد، ما بقاش في تحرك من فندق الاقامه ثم العوده ثاني، فدي امور مهمه جدا. وانت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي وعارف اهميه الامور الخاصه بالاداره، الامور الاداريه بتكون متظبطه بشكل كبير جدا، بتبقى الرؤيه للمدير الفني، بيبقى الشغل كله فني فقط لا غير في المستطيل الاخضر. مجهود كبير جدا بذل خلال الايام الماضيه، ان شاء الله النهارده 90 دقيقه تكون من نار، 90 دقيقه يكون فيها حماس، شخصيه النادي الاهلي، روح الفانيله الحمراء، كل الامور دي الحقيقه بيتكلم عليها لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، سواء في التجمعات سواء في بشكل فردي مع اللاعبين. ايضا كمان بيتسو موسيماني اللي بيستمر بشكل كبير جدا في المحاضرات، المحاضرات مطوله بشكل كبير يا كابتن ايمن، لكن كلها حماس كلها تحفيز للعيبه النادي الاهلي. الجزء الفني مهم، الشغل كبير جدا سواء من موسي زي ما اكدنا وقلنا او احمد سليمان طبعا المسؤولين عن تحليل الاداء، الرؤيه بتكون لبيتسو موسيماني، لكن الراجل بيشتغل بشكل رائع جدا على الثغرات، نقاط القوه والضعف. فريق طالع الجيش فريق مميز جدا، عنده مدير فني شغال بشكل كبير جدا على كابتن طارق العشري. وكمان كانت مفاجاه ان احنا نشوف خروج نادي الزمالك من الدور قبل النهائي والوصول ايضا كمان للدور النهائي في كاس مصر، امر مهم جدا، احترام المنافس اكد عليه بشكل كبير جدا، تحديدا محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي وكابتن الفريق. كمان ايضا كنا بنتمنى يكون بقى عدد من لعيبه النادي الاهلي زي وليد سليمان موجود، ديانج موجود، اجاي كمان، احمد ياسر، ريان، لكن الاهلي بمن حضر دي مش مقوله، ده شعار وده هدف. لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه هذه المباراه واهميه هذه البطوله، مرحله مضغوطه بشكل كبير لكن فيها بطولات عديده، هتساعد لعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره بشكل رائع ومميز جدا. عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، يا رب ان شاء الله كل الظروف النهارده تكون مهيئه للعيبه النادي الاهلي ويحصل النادي الاهلي على رقم البطوله 37 لتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. في هذه اللحظات يمكن انتهت خلاص المحاضره الفنية. لعيبه النادي الاهلي هتتوجه مباشره الى استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه باذن الله. النهارده يكون يوم سعيد لعيبه النادي الاهلي، الحكم كمان محمد الحنفي يا رب ان شاء الله يكون موفق النهارده في اداره المباراه، الشغل خلاص انتهى، يبقى بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وكالعاده ان شاء الله يا كابتن ايمن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه، 90 دقيقه تنتهي كلنا فرحه كبيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي، وزي ما تابعنا دوري الابطال كانت فرحه اكثر من رائعه. اللعيبه كلمت بشكل كبير وقالت على اهميه البطوله، باذن الله النهارده تكتمل الثلاثيه ولسه طمعين كمان عندنا بطوله ايضا كمان السوبر الافريقي والسوبر المصري، 5 بطولات ان شاء الله باذن الله تكون لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه كالعاده، والخمس بطولات يكونوا في دولاب بطولات النادي الاهلي. دعواتها كابتن ايمن، دعوات ملايين الجماهير من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نكون موفقين النهارده ومستمرين معاك لحظه بلحظه، ننقل كل الكواليس، تحرك فريق النادي الاهلي، وصلنا التشكيل، كل الامور دي كالعاده هتكون فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن من جديد. كل التوفيق للنادي الاهلي وشكرا للزميل العزيز كريم احمد. شايفين الاجواء كويسه ومهيئه امام اللعيبه كلها لتحقيق المزيد ان شاء الله من الانتصارات والبطولات، وكل التوفيق للاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. هيدير ماتش النهارده طاقم تحكيم قياده محمد الحنفي حكم للساحه، وكل من احمد حسام ويوسف البساطي مساعدان، ومحمد صباحي حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، ومحمود عاشور حكم مساعد للفيديو. نتمنى ان يكون طاقم التحكيم موفق النهارده وتستمر العدالة التحكيمية، وكلنا ثقة في الحكام المصريين. هنروح لتقرير عن تاريخ بطولة كاس مصر، وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الأعزاء، ضيوف الاستوديو التحليلي الكرام النهاردة، كباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن هاني العجيزي، والكابتن أسامة عربي. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن ايمن. ازيك؟ توفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن اسامه، منورنا. اهلا وسهلا بيك يا ايمن، خليك. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن شريف. النهائي غير متوقع، ولكن هو نهائي مباراه واحده، مباراه حاسمه وفاصله ببطوله. مظبوط كلامك، مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. النهائي الحقيقه الغير متوقع ده طبيعه الكؤوس، يعني دايما بتبقى في ترشيحات، دايما بيبقى الناس عايزه الضوء الاكبر، اهلي والزمالك يكون في الفاينل، اهلي والزمالك في احتفاليه كبيره كانت في كاس افريقيا، عايزين كاس مصر. انما دايما كاس مصر بيحمل لنا مفاجات كتيره جدا اذا جت لينا او علينا او على اي فرقه بتبقى موجوده، ولكن طلائع الجيش الحقيقه حقق
ثلاثيه كويسه جدا يعني، كسب الزمالك وكسب بيراميدز وكسب فرق وقبليه المقصه، وقبليه المقصه يعني ثلاث فرق ورا بعض. الحقيقه يحترمه جدا، هو ما شاء الله عنده من اللاعبين اللي يتوفر له كل احلام اي مدير فني يعني. ف هو جاب 9 لاعبين جداد كمان. والنهارده وانت بتلعب النهارده مش ما بنلعبش اسماء بقى، احنا بنلعب امكانيات وتركيز ولاعيبه قدام لعيبه نفس الشكل ونفس الكيان اللي احنا المفهوم اللي احنا بنلعب عليه من الفتره اللي فاتت، اللي هو نادي الاهلي نادي بطولات، الاهلي بما حضر لعيبه كلها مركزه، لعيبه عايز تعمل نفسها تاريخ وتاريخ النادي وتاريخ لكل العاملين وكلنا احنا والجماهير. فرصه كبيره جدا ان شاء الله الكاس النهارده باذن الله، وبعد كده السوبر الافريقي. فعندك مراحل كتير قوي بعيده عن فنيات، الحقيقه هي دوافع ومعطيات لازم تبقى موجوده في الملعب اذا كان بالنسبه لاي فريق موجود النهارده في الفاينل. نتمنى فاينل يليق بالقمه المصريه، وبنتمنى ان شاء الله اهلاوي باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، المباراه لما بتبقى في نهائي كاس او بتبقى مباراه فاصله بتزيد صعوبه كبيره جدا وبعيد عن الفوارق الفنيه بين الفرقتين. هي وضيف عليها كمان حاجه كان من ده نهائي كاس، وزي ما كان كابتن شريف تفضل قال بيقول ان كان الناس بتدعم الاهلي والزمالك، اهلي ومن الفرق اللي هي ليها باع كبير في الكاس، لكن اللي انا عايز اقوله هي دي مباراه الكؤوس. بس عايز اقول لك حاجه، انا الماتشات دي تقلقني. انا لسه هقول لك لسه هقول لك، هي هو يعني النادي الاهلي طبعا هو الاول والمتواجد بكاس مصر كتير قوي، لكن لازم نقول حاجه ونتكلم عن المنافسه. كل التحيه لطلائع الجيش لوصوله لدور النهائي في كاس مصر طبعا، وكل التحيه لكابتن حبيب بسيوني اللي استلم المهمه دي وعمل طفره جامده جدا مع طلائع الجيش. كل التحيه ليه، هو اللي عمل الصحوه لطلائع الجيش، قلب كل حاجه دور الثاني، كل حاجه كان طلائع الجيش ماشي وحش جدا، كابتن بسيوني جه لا خلى طلائع الجيش بقى فريق ليه شكل وليه كيان، وقدر يجمع نقاط كتير جدا. جه استلم بعديه كابتن طارق العشري، يمكن لعب مباراه واحده في الكاس اللي هي مع الزمالك وكسب 3-1، وكانت وقتها عارفين ان ظروف الزمالك خارج بطوله افريقيا والاهلي اللي كسب، وعمل مباراه كويسه جدا وكسب عن جداره واستحقاق على فكره، مش كسب ولا حظ يا ايمن ولا سرق مكسب، لا كسب مكسب محترم 3-1 على الزمالك. فكل التحيه لفريق طلائع الجيش ككيان كله في المباراه النهائيه. هيجي لك السؤال الاهم، حاجتين في المباراه النهارده مش حاجه واحده، حاجه بتلاعب مدير فني كسبك قبل كده، خد منك كاس مصر وكاس او كاس سوبر، كاس مصر وكاس سوبر كنت انا موجود في الجهاز وقتها الفني. فهو محظوظ عليك في مباراه النهائيات دي. الحاجه الثانيه ان مباراه الكؤوس ملهاش مقياس، النادي الاهلي طبعا هو الكبير البطوله وكبير الكره المصريه والعربيه والافريقيه وكل حاجه، وطلائع الجيش ملوش بطولات قبل كده. فهو ده القلق يا ايمن، هو القلق من كده، ان القلق ان هي مباراه واحده حساباتها بره الملعب. يعني بنتكلم كده كلنا حسابات، النادي الاهلي اعلى في كل حاجه صح. كل حاجه على المستوى الفني، على المستوى الجماعي، على المستوى الفردي، كل حاجه مزبوط. على مستوى الارقام، على مستوى البطولات، حدث ولا حرج عن النادي الاهلي. لكن انت بتتكلم في 90 دقيقه في الملعب، انت مش عارف تسير المباراه ازاي، دي حاجه. الحاجة التانية كل بتتمناه، وده بقول الكلمة دي، المدير الفني بيقول يا رب يبقى لعبتي في يومهم، والحاجة بقى الأهم يبقى الحظ معاك. التوفيق طبعا، التوفيق والحظ. تقلق لما تلاقي مدرب محظوظ في البطولات دي، تقلق. هي دي، انك الحظ مش خلاص، انا عندي مدرب محظوظ احسن مدرب فنيا عالي ومجتهد وحاجة في الكورة عالية جدا، لكن في الآخر ملوش حظ. وفي الآخر دايما المدير الفني مع الفرق البطولات او النتائج اللي بتحكمك، عشان كده هي صعوبه المباراه النهارده. ايوه هي دي الصعوبه. يعني صعوبتها المدرب قبل كده اخذ منك بطوله محظوظ لحد كبير عليك، مباراتك مباراه نهائي الكؤوس ملهاش مقاييس، لكن اللي مطمني الحاله النفسيه والفنيه بتاعت النادي الاهلي. نفسيا هم عاليين قوي، اخذوا بطوله افريقيا، عايزين الثانيه وعايزين الثالثه. انت دايما بنقيسها ايمن، اخذت بطوله انتهت. عينك بقى مش على واحده، انت عينك ان شاء الله عايز تبقى الثلاثيه. يعني جماهير الاهلي بص كده بقول لك ايه، عايزين التاسعه مزبوط. اخد التاسعه بعدها بيومين، انا متاكد. قال لك عايزين بقى نخلص الموسم ده يا كابتن شريف بالثلاثيه مش بالثانيه، وفكروا بالعشره كمان، بالعشره انت فاهمني. هو ده طبيعه جماهير النادي الاهلي صحيح. اللي بيحصل مع جماهير النادي الاهلي بيوصل اللعيبه على فكره، وانت من غير ما تدرك خلاص خلصت بطوله بتدور على الثانيه، بتدور على الثالثه، فالوقت التركيز انك عايز البطوله الثانيه، عشان انت بتبص
على الثالثة. أيوه. هو ده الدفل عند لعيبه النادي الاهلي. بس في حاجه كويسه كمان فضل. ان الجهاز الفني قفل على الفرقه بعد الماتش اللي فات بيوم واحد بس. اكيد هو سابك يعني. يوم تفرح. أيوه. فرحه التاسعة كانت فرحه طاغيه يعني. بجد في كل الدنيا على كل. انا كنت متخوف الماتش اللي فات. لا انا يعني مش متخوف يعني ما كنتش متخوف لكن ممكن تقول الاداء ما كانش حلو قوي لكن بس المكسب ما كنتش قلقان. لكن زي ما بقول لك انا فرحوا بس الفرحه كانت بجد لا كانت بجد السهل فرحه التاسعه الناس كلها فرحت واليوم حق يفرحوا والجماهير عاشت كام يوم فرحانه قوي طبعا. لكن لو سالت حد من جمهور النادي الاهلي كده عملت اي مداخله يقول لك ان شاء الله بقى عايزين نجيب الكاس. هو نسي التاسعه اللي كان هيموت ويجيبها نسيها خالص تماما. هو عايز الوقت الكاس وان شاء الله تعدي النهارده تفوز بالكاس. اقول لك بقى كاس السوبر الافريقي ان شاء الله مزبوط. يوم الخميس. فهو ده هو ده المبدا اللي اتبنى عليه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. ما بتملش بطولات الحمد لله. صحيح. عشان كده انت دايما بقول لك الكلمه دي هنا عشان انت كده النادي الاهلي انت مزبوط. في مكان بعيد عن كل الفرق مع احترام الكامل ليهم. صحيح. من اللي احنا بنتكلم فيه كلنا في الاستوديو ده. صحيح. من المبدا اللي عندك عند مجلس ادارتك عند لعيبتك عند مديرك الفني عند كل اللي تحت كلمه النادي الاهلي بتدور دايما على بطوله. مظبوط مظبوط كابتن اسامه. النادي طلع الجيش عنده طموح طبعا بقياده مدربه الكابتن طارق العشري ان هو ياخد البطوله والنادي الاهلي عايز يضيف ارقام قياسيه جديده ويواصل الانتصارات وحصد البطولات. قد تبدو هنا الدوافع عند الفرقتين واحده ولا نادي طلع الجيش لو خسر ولا حاجه هيقول لك انا مش خسران حاجه ولكن النادي الاهلي هو اللي لو خسر هيقول لك لا انا خسرت بطوله. مظبوط. بدايه زي ما الكباتن قالوا شريف وعلاء انه مبروك لطلاع الجيش انه وصل نهائي حاجه كويسه بالنسبه له وخرج الزمالك وقبليه بيراميدز اللي هم اهم فرقتين بعد النادي الاهلي الموسمين اللي فاتوا. وطبعا برضو النادي الاهلي وصوله للنهائي بعد احرازه البطوله الافريقيه والدوري العام الدوافع كبيره عند الفرقتين زي ما انت قلت. ولكن مهما كانت الدوافع عند فرقه طلائع الجيش اقل من الدوافع اللي عند النادي الاهلي. صحيح. والضغوط اللي عليهم اقل كتير قوي من الضغوط اللي على النادي الاهلي. تملي لما انا اكون فرقه صغيره وبلاعب فرقه كبيره مفيش ضغط عليا عصبي زي الفرقه الكبيره. مظبوط. زي ما انت قلت الجيش او الكابتن طارق العشري لو خسر من النادي الاهلي ده الطبيعي والمتوقع بالنسبه ل 95% من جماهير كره القدم مش جماهير النادي الاهلي بس. أيوة. جماهير كل الانديه الاخرى جماهير زمالك اسماعيلي مصري كله النهارده متوقع ان بنسبه 95% النادي الاهلي هو اللي كسبان. فمهما كانت الدوافع عند لعيبه الجيش لكن الضغوط العصبيه عليهم والضغوط العصبيه على الجهاز الفني اقل كتير قوي من فرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فرصه ذهبيه ما بتتكررش كتير. يعني احنا كلنا في تاريخنا خدنا جمعنا بين الدوري والكاس وبطوله افريقيا بس هتحسبها على عدد سنوات عمرنا كلنا اللي لعبنا فيهم هتلاقيها ممكن حصلت مرتين او ثلاثه. صح. يعني كل واحد فينا واخد له 10 دوري ومش عارف 7 كاس يعني كل واحد فينا لاعب 10 و12 و15 سنه في النادي الاهلي. مظبوط. هتلاقي كده يعني التجميعه بتاعه الثلاث بطولات مع بعض مهمه جدا. أي. فدي فرصه ذهبيه عند لعيبه النادي الاهلي وانا اكيد ده وصل لهم سواء من سيد عبد الحفيظ سواء من سامي قمصان قبل حتى مستر موسيماني. يعني مستر موسيماني طبعا راجل واخد البطوله الافريقيه دي اكبر بطوله كنا بنحلم بيها لكن ال كم البطولات الغير طبيعي ممكن يكون المصريين اللي هو زي سيد او سامي حاسين بيه فاكيد هيحفزوا اللعيبه جدا انه لازم يحصلوا على البطوله الثالثه الكبيره. وبعد كده كمان عندك فرصة أخرى إنك تلعب مع طلائع الجيش تاني سوبر. مزبوط. ومع نهضة بركان. نهضة بركان سوبر يعني ممكن تحصل على 5 بطولات في موسم واحد. دي ما حصلتش قبل كده متهيألي ممكن يعني ممكن يقولوا لنا في الإيربيز لو قدرت أنت تكلمه متهيألي ممكن تكون حصلت مرة ولا حاجة الخمس بطولات كلها مع بعض. لا 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 أنا فاكر آخر مرة ثلاث بطولات مع بعض. لا ثلاث بطولات 2006 أيام مستر مانويل جوزيه. أكيد مع مستر جوزيه أكيد. لا وحتى أيامنا إحنا خدنا ثلاث بطولات. خمس بطولات مش عارف. يعني ممكن دي نتأكد منها. يعني أنا أقصد هو 81 82 كان خدنا الدوري وخدنا كأس أفريقيا
واتلغت بطوله كاس مصر كان بيننا وبين الزمالك سيمي فاينل. اتلغت وسنتها دي هي دي اتلغت. اللي انا في حد فكري دول البطولتين اللي جمعناهم. لا لا جمعنا ثلاث بطولات كذا مره. بس الخمس بطولات دي طبعا تبقى فرصه كبيره جدا. فانا شايف انه نادي الاهلي امكانياته اكبر كتير من فرقه طلائع الجيش فرديا جماعيا دلوقتي الحاله النفسيه كمان بتاعه اللعيبه. ولكن هي مباراه واحده هي دي بقى خطورتها. يعني احنا لاعبين في الاحصائيات 28 لقاء اهلي والجيش. النادي الاهلي كسبان 23 مره ومتعادلين خمسه. يعني هم ما كسبوناش ولا مره. بس مش مقياس. لا انا عارف. انا بقول لك انه في فروق واضحه لصالح النادي الاهلي. ولكن زي ما كلنا اتفقنا ان هي مباراه واحده. هي دي صعوبتها. مزبوط. ان هي مباراه واحده. نتمنى التوفيق يكون معانا. يعني غير الاداء وغير صح. الامكانيات الجماعيه والفنيه لعيبه النادي الاهلي اكبر. نتمنى كمان التوفيق يكون حليفنا. يعني كل التوفيق النهارده للاعيبه النادي الاهلي وكل واحد يكون في يومه ويكون التوفيق حليفنا ان شاء الله. يعني بإذن لكن هي مباراه صعبه طبعا ان شاء الله. كابتن هاني اللي بيزيد من صعوبه المباراه برضو ان الكابتن طارق العشري زي ما قال الكابتن علاء هو في المباريات النهائيه دايما مع النادي الاهلي بيكون عنده نسبه توفيق شويه. وزاد كمان ان هو عايز يثبت للناس كلها ان فوزه في ماتش الزمالك ما كانش صدفه. هو قدم عروض كويسه لسه ماسك فعايز يبتدي ببطوله تفرق في مشواره التدريبي ويضم البطوله دي للبطولات اللي هو حققها. اكيد يا كابتن. الكابتن طارق العشري برضو مدرب محترم ومدرب كبير وليه تاريخ وعمل اسم من ايام حرس الحدود. كان عامل فرقه محترمه جدا وكان فرقه مرعبه فعلا في الدوري المصري. كان موجود معاه مجموعه من اللعيبه مجموعه مميزه جدا وفعلا قدر ان هو ياخد بطولتين من النادي الاهلي سنه 2009 2010. ويعني انا كنت موجود في ماتش السوبر ده كان اول ولايه للكابتن حسام البدري. كنت متواجد؟ كنت موجود في المباراه دي بعد ما رجعنا من بطوله ويمبلي على طول. كان اول ماتش لينا السوبر وخسرنا الماتش ده 2-1 وكان في طرد لاحمد السيد الماتش ده. وكان عندنا يعني عدم سوء توفيق غير طبيعي الماتش ده. والكابتن طارق العشري من نوعيه المدربين يا كابتن اللي هو يعني ايام ما كان مستر جوزيه كان موجود حتى الكابتن علاء كان حاضر ايامها كان بيقول لك ان انا بتعلم من مستر مانو جوزيه. وده مش عيب. مش صحيح. عيب لما بتكون مدرب وتيجي مثلا بيكون في حد اعلى منك في شغلك وان انت تتعلم منه. ده حاجه مش طبيعي. بالظبط. وبرده حاجه تحسب للكابتن طارق ان هو من اول الناس اللي لعبت 4-4-2 في مصر. لو تفتكر من 2008 هو اول واحد فعلا دخل لعب بالطريقه دي في 2008 في 2007 2008 بالظبط. هو اول واحد لعب بالطريقه دي وكانت مجازفه كبيره جدا. صح. منه لان كان ما فيش حد في افريقيا كان لسه لعب بالطريقه دي. وهو كان يعني احنا عارفين الكابتن طارق العشري دايما بيعتمد على الكرات الطويله والحاجات اللونج بول والحاجات دي كلها لان بيبقى عنده ناس مميزه في المكان الاسترايكر بيقدر ان هو يستخدمهم كويس. طبعا مباراه صعبه جدا. انا شايف مباراه صعبه. طبعا نادي طلائع الجيش نادي كبير ونادي محترم مؤسسه كبيره جدا وعاملين فرقه كويسه زي ما الكابتن علاء قال. عاملين تيم كويس السنه دي بصراحه. يعني الكابتن عبد الحميد بسيوني يعني كويسه وقدر ان هو يعمل توليفه كويسه وسكواد كويس قدر ان هو يوصل لنهائي كاس مصر. فطبعا دي حاجه تتحسب له برده. كابتن طارق يعني زي ما قلنا مباراه صعبه. ويعني الكابتن طارق عارف النادي الاهلي كويس جدا وعارف تقريبا يعني مفاتيح اللعب للنادي الاهلي. بس انا اعتقد ان مستر موسيماني النهارده عنده اكيد مخبلنا حاجه زي كل ماتش بيبقى فيه حاجه جديده بيقدر ان هو يطلعها. بيقدر يشتغل على الفرقه اللي قدامه. ما بيمشيش على نظام معين. لا هو بيشوف الفرقه اللي قدامه بتلعب ازاي وبيلعب على نقط الضعف بتاعتها. فانا شايف ان النهارده المباراه هتبقى خططية اكتر من وتكتيكية اكتر ما هي هتبقى في الملعب. طبعا اللي بيفرق في الماتشات دي الروح. طبعا روح النادي الاهلي كلنا عارفينها وعارفين زي ما الكابتن اسامه قال ان انت عندك دافع كبير جدا ان انت تحصد النهارده الثلاثيه النهارده وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي السوبر الافريقي تقدر ان انت تزود من رصيد البطولات عندك. فدي فرصه ذهبيه للعيبه اللي موجوده. وانا شايف ان اللعيبه عندها عطش يا كابتن البطولات. يعني يعني مش ان هم خدوا بطوله خلاص بقى ان هم الموضوع بالنسبه لهم يكتفوا بيها والكلام ده. لا انا شايف ان هم يعني بلغه الكوره كده جعلين عايزين ياخدوا بطولات كتير. عايزين يحققوا نفسهم اسم كبير. فده انا شايف النهارده الماتش اللي فات كمان كان بيدل على كده ان النادي الاهلي فعلا يعني اللعيبه نازله
عايزه محتاجه ان هي تاخد بطولات، عايزه تعمل اسم كبير بالذات الروح العاليه فرقت معانا بالظبط. فاعتقد النهارده المباراه هتبقى حماسيه وهتبقى فيها كلام كتير قوي ان شاء الله، وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي باذن الله، ويحقق النهارده المكسب ودايما كده في انتصارات ان شاء الله باذن الله. قبل ما نخش في الفنيات يعني تعالوا نستعرض معا مشوار الفرقتين في كاس مصر. النادي الاهلي لعب في دور ال 32 مع بني سويف، والنادي الاهلي فاز 3-1. وبعدين نادي الاهلي لعب مع الترسانه في دور ال 16 فاز 2-1. وبعدين في دور الثمانيه لعب مع ابو قير الاسمده فاز 2-1. ولعب مع نادي الاتحاد في دور الاربعه وفاز 2-1. نادي طلائع الجيش لعب مع ديكيرنس في دور ال 32 فاز 1-0. لعب مع مصر المقاصه في دور ال 16 فاز 1-0. لعب مع بيراميدز تعادل 0-0 وفاز بضربات الجزاء 3-1 في دور الثمانية. وفي دور الأربعة فاز على نادي الزمالك 3-1 بعد وقت إضافي. معنى كده أن النادي الأهلي جاب 9 أهداف وعليه 4 أهداف، نادي طلائع الجيش جاب 5 أهداف وعليه هدف واحد. كاب شريف، لو اتكلمنا النهاردة على النواحي الفنية بين الفريقين هنلاقي الفروقات لصالح النادي الاهلي، ولكن زي ما احنا قلنا ان ده ماتشات كاس، ماتش الكاس مش شرط كمان يفوز الفريق الافضل. كويس، هل مستر موسيماني النهارده بعد المباراه الشوط الثاني الماتش اللي فات ماتش الاتحاد عدل في تشكيل اللعيبه، نزل لعيبه جديده، هل ممكن نلاقي النهارده من بدايه التشكيل مفاجات وان مستر موسيماني يلعب ببعض البدائل الاساسيين؟ كل شيء مفروض يعني، وكل شيء متاح في النهايات، وكل شيء في ايد موسيماني وايد اللاعبين، والاصرار اللي انت اتكلمت عنه في مباراه الاتحاد هو اللي بيوصلك. يعني انت دايما في مباراه كاس مصر زي ما انت بتحكي لي كده 2-1 2-1 3-1 2-1 كان عندك ظروف دايما قبل ضغوط، ضغوط نفسيه كبيره جدا على الفرقه، واصابات وغيابات في المرحله اللي كانت قبل بطوله افريقيا. حتى بعد ما خدت بطوله افريقيا ما كانش عندك وقت انك انت تلحق تلعب السيمي فاينل، ولعبت شوط كان واضح فيه جدا اللي حصل بعد كاس افريقيا من اللعيبه، ازاي ترجع تاني، ازاي تخش، الغيابات اللي حصلت، تشكيل الفريق، المبدا السلامه اللي هو بيلعب بيه، التشكيل الاساسي بتاعه ما بيغيروش. النهارده طبعا بعد ما شاف ووصل والسلبيات اللي بتحصل في الفرقه في السيمي فاينل في اي وقت هو بيستفيد منها، وكان راجل بيتكلم عنها بيقول انا دايما بستفيد من الايجابيات والسلبيات، والسلبيات اكتر، لان ما ينفعش انا اقع في اي خطا في المباراه اللي فاتت ويجي يحصل فيا النهارده تاني. احنا قعدنا حللنا الهدف اللي جه فينا بتاع نص ساعه المره اللي فاتت بشكل ازاي 3-6-7 العين بتاعه الديفنس تروح مع الكوره ما تروحش مع اللاعبين، مفيش ريمارك كويس، مفيش، هو كل ده اكيد هو درسه هو والطاقم الفني بتاعه وطاقم التدريب. فعمليه التغيير اللي انت بتقول عليها في الفريق دي على اساس هو النهارده عايز يخلص بدري بدري، ولا عايز يبقى فيه احتفاظ بالكوره اكتر. المجازفه النهارده ممكن يحطوا طاهر محمد طاهر مثلا، ممكن يلعب بكهرباء، يعني ده سيستم هيبقى هو شايف ان اللعيبه دي في المباريات اللي فاتت مهما كان اللاعب بياخد 10 دقائق، بياخد هاف تايم، بياخد اي حاجه، راجل لبه التغيير بتاعنا كلنا هنا في الاستوديو لازم تغير من بدايه الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني، لكلما لما في مدرب بيعمل كده، مش هو بس، ان هو يسمح ان هو يغير اثنين وحاسس ان في ارهاق، في ناس اوت اوف فورم، في ناس بعيد التركيز بتاعها. فهو النهارده زي ما انت بتتكلم وتقول هيغير الفرقه، هيعمل، هتلاقي كل الناس بتقول لك هو طبيعه موسيماني انه ما بيغيرش، بيدي فرصه للاعبين اكتر. النهارده مش موفق، بكره ممكن يكون معاه، النهارده خارج نطاق الخدمه، بكره بيبقى عنده دايما عنده ثقه في اللاعبين كلهم، انما حته ان هو يغير بسرعه في يوم وليله ويحط مثلا كام عنصر هيبقى في حدود ضيق يعني. اعتقد ان هو خط الدفاع عنده مستقر، نص الملعب عنده مستقر، هي الحته الاماميه اللي احنا بنتكلم فيها، اعتقد ان هي دي اللي هيبقى فيها بعض التغيير يعني. كابتن علاء، طريقه لعب الكابتن طارق العشري قدام النادي الاهلي في معظم مبارياته تقريبا ما بتتغيرش. يعني هو مش من النوع اللي هو بيبني الهجمه من تحت،
بيعتمد على الكور الطولية. هو أيمن مش مع النادي الأهلي بس، هقطع حديثك، هو دي طريقة لعبه من وقت ما كان مع حارس الحدود. خد طريقة لعب اللي هي الكرة الطويلة والكرة الثانية. لا أنا قصدي حاجة تانية، قصدي مش هتفرق معاه النهاردة إن النادي الأهلي يضغط عليه من قدام أو ما يضغطش، هو ده أسلوب لعبه. هو ده أسلوب لعبه مش هغيره، وده أحيانا بيكون فيه صعوبة على الخصم. دي حقيقة. ما هو ولا حاجة أيمن، هو الذكاء أو الحرفنة في الكورة نخلي الخصم يلعب عليك انت، على طريقه لعبك انت، مش انت تغير طريقتك. يعني مستر موسيماني اكيد مش هغير طريقته، ان هو ما غيرش طريقته خالص مع اي فريق، نهائي مش نهائي، هو طريقته واحده وعارف بيأديها ازاي، وبتجيب دائما كلها نتائج صح الحمد لله. على الجانب الاخر هو الفريق الثاني هو اللي بيغير طريقته، لكن طارق العاشر كمان من نوعيه المدربين ما بيغيرش طريقته، ما بيغيرش حتى طريقه لعبه. معاه كوره غالبا حته ان هو يحضر دي تقريبا مش موجوده، بيعتمد على الكره الطويله وعلى الكره الثانيه على طول. لكن هو مع طلاء الجيش في ميزه واحده بس، ان هو عنده بعض اللعيبه اللي عندها مهاريه شويه زي احمد سمير. هو بيستفاد من احمد سمير كويس قوي. احمد سمير عامه ما بيلعبش على طرف من الاطراف، احمد سمير بيلعب على الطرف، بقى دايما يخش في قلب الملعب. لعيب كويس قوي على فكره بغض النظر على الاهداف اللي بيحرزها، لكن هو لعيب كويس، بيشوف الملعب كويس قوي، مهاريا كويس، بيسدد كويس قوي، خصوصا الكور المتحركه او الضربات الثابته، فلعيب مقلق. هو بيعتمد عليه اعتماد كلي. زمان كان بيتكلم الهاني الوقت على زمان كان بيعتمد على احمد عيد واحمد عبد الملك واحمد عبد الغني، كانوا اثنين جامدين جدا. صحيح. وكان دايما بيعتمد عليهم اعتماد كلي خصوصا في الكور الطويله مع كامينيا. هتطلع فاصل او حاجه؟ لا لا، هنروح لزميلنا فاروق صلاح من اهلي الجزيره ونرجع نكمل كلامنا معاك. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لضيوفك الكرام، كباتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن أسامة عرابي، والكابتن هاني العجيزي. وإن شاء الله يوم يكون مميز، يوم يكلل بالانتصار وفوز النادي الأهلي إن شاء الله على فريق طلاء الجيش وإحراز واقتناص النادي الأهلي لكأس مصر البطولة رقم 37 بمشيئة الله. إيه أخبار الأجواء عندك يا فاروق؟ خليني يعني اقربك من الصوره هنا. طبعا يا كابتن ايمن حضرتك عارف الاجواء طبعا في اهلي الجزيره بتبقى مختلفه تماما. هنا قلعه من قلاع كره القدم المصريه، قلعه لم ولن تغيب عنها شمس البطولات. يعني توافد اعضاء النادي الاهلي منذ الساعات الاولى، اقبال كثيف من اعضاء النادي الاهلي لمشاهده هذا اللقاء. الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي خصصت اكثر من مكان لمشاهده ومتابعه اللقاء، طبعا مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، قايمين بدور اكثر من رائع سواء من العمليه التنظيميه سواء ومن التباعد الاجتماعي اتباع الاجراءات الاحترازيه منذ دخول الاعضاء من داخل بوابات النادي. تجديد من الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي على توفير كل الامور وتيسير كل الامور لاعضاء النادي الاهلي النهارده. يعني ان شاء الله يوم يكون مميز. خليني بقى نقرب الصوره من الاعضاء. يعني احنا في حديثنا يا كابتن ايمن مع الاعضاء، يعني انت عارف الجلسات بتاعه الاعضاء بتبقى موجوده، الجميع بيتكلم على اللقاء، بيتكلم على اهميه اللقاء، ثقة كبيرة جدا بيضعها أعضاء النادي الأهلي طبعا وجماهير النادي الأهلي في اللاعبين، في مستر بيتسو موسيماني اللي أصبح يعني بتمتع يعني بمساحة كبيرة جدا في قلوب جماهير النادي الأهلي. النهارده جماهير النادي الأهلي أيضا عمالين يعني الأعضاء الأحاديث الجانبية كابتن أيمن عن التشكيل، يعني بعض الأعضاء بيتوقع التشكيل، يتوقع مين اللي يلعب في الشق الهجومي، يتوقع مين يلعب في خط الدفاع في خط الوسط. أيضا الجانب الآخر بيتكلموا على فريق طلائع الجيش وإن الكابتن طارق العاشري واحد من المدربين اللي بيجيد اللعب امام النادي الاهلي وبيجيد استغلال الاوراق امام النادي الاهلي. طبعا اللي انت عارف احنا يعني الاعضاء اول ما بتشوفنا بتسالنا تقول لنا طمنونا على اللاعبين، طمنونا على الجهاز الامور الفنيه للاعبين، فاحنا بالتالي بنطمن كل الاعضاء، بنطمنهم وبننقل لهم وبناخد الرساله منهم ننقلها للاعبين. ان شاء الله كل الاعضاء هنا النهارده يعني ان شاء الله واثقين تماما في لعبه النادي الاهلي، الجميع بيمني النفس ان شاء الله النادي الاهلي يحرز كاس مصر مع بطوله الدوري، مع بطوله دوري ابطال افريقيا، ثم ان شاء الله كاس السوبر الافريقي. كلها امنيات ان شاء الله، ان شاء الله تتحقق على ارض الواقع عشان النادي الاهلي يقرر الانجازات. طبعا بطوله كاس مصر بطوله غايبه عن النادي الاهلي لاكثر من 3 سنوات، النادي الاهلي الثلاثيه واحراز الكاس مع الدوري مع بطوله افريقيا لم يحققها النادي الاهلي منذ عام 2007. ان شاء الله النادي الاهلي يكلل النهارده بالانتصار ونكون متواجدين معاك يا كابتن ايمن ان شاء الله من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ننقل كل التفاصيل وكل الافراح والاحتفالات ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالفوز بالكاس مصر رقم 37. شكرا الزميل العزيز فاروق صلاح، وان شاء الله نتواصل بعد المباراه ونفرح سوا ان شاء الله. ومن اهل الجزيره لاهلي الشيخ زايد والزميله العزيزه سالة حامد. مساء الخير يا سالة.
مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، يعني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن هاني العجازي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني من هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وتحديدا من امام الشاشه الرئيسيه شاشه العرض، عشان نقل لكم كل الاخبار والاجواء هنا قبل انطلاق وبدايه مباراه نهائيه في بطوله كاس مصر. النادي الاهلي النهارده هيواجه طلائع الجيش، المباراه تقام في تمام الساعه 8 مساء على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندريه، ده بعد ما فاز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري في مباراه نصف نهائي بطوله كاس مصر، وانتهى اللقاء بنتيجه 2-1، والاحرز الاهداف طبعا يعني عشان نفكر سيد المشاهدين محمد مجدي قفشه وحمدي فتحي، يعني دي هتكون تاني مواجهه ما بين النادي الاهلي وطلائع الجيش، لان اول مواجهه كانت في بطوله كاس مصر في نسخه 2006 2007، وانتهى اللقاء بنتيجه 3-1، واللي احرز الاهداف محمد ابو تريكه هدفين والنجم الانجولي فلافيو هدف. يعني ان شاء الله السيناريو ده النهارده يتكرر، ولاعبي النادي الاهلي يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي، ويعني يحققوا الثلاثيه، يعني بعد ما النادي الاهلي توج ببطوله الدوري الممتاز وبطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله النهارده يتوج ببطوله كاس مصر راح جميع جماهير النادي الاهلي. خليني اقول لك يا كابتن ايمن ان الاجواء هنا بدا بالفعل يعني توافد اعضاء النادي الاهلي على مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، ويعني هنا في حاله من الحماس والفرحه لكل يعني حريص ان هو يتفرج على المباراه هنا في النادي. وعايز اطمنك برضو ان اطمن الساده المشاهدين ان الاداره التنفيذيه في النادي واداره الخدمات يعني حريصه جدا ان هي تنفذ كافه الاجراءات الاحترازيه، وان الكل يكون ملتزم بارتداء الكمامات، وان في تباعد اجتماعي ما بين الاعضاء العاملين حتى افراد الامن كله ملتزم بارتداء الكمامات، كمان في تعقيم على جميع بوابات النادي الاهلي، يعني كل اللي داخل النادي الاهلي يكون لابس الكمامه ويكون متعقم بالكامل، ده طبعا عشان نضمن يعني سلامه ويعني وان كله يكون في صحه كويسه، وان نضمن سلامه جميع اعضاء النادي الاهلي اثناء مشاهده المباراه. ان شاء الله النهارده لاعبي النادي الاهلي يعني يفوزوا ويفرحوا جميع اعضاء النادي الاهلي، ويعني تبقى الفرحه فرحتين، عارف يا كابتن ايمن ان لسه فرحه دوري ابطال افريقيا لسه مستمره في جميع فروع النادي الاهلي، وان شاء الله النهارده تبقى الفرحه الثانيه بعد فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش، وتبقى فرحه تتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. والان العوده للاستوديو مره اخرى، الكلمه ليك كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا للزميله العزيزه سلا حامد من اهلي الشيخ زايد، تفضل يا كابتن علاء. شو نروح مدينه نصر؟ لا خلص. تتكلم على طريقه لعب كابتن طارق، مش غير طريقه لعب طارق خلاص لعب النهارده. طارق بيعتمد خصوصا بيلعب النادي الاهلي بيعتمد على عوائق مساحات كويس قوي، خصوصا هيسيب لك نص ملعبه، مش طارق استحاله هيضغط عليك من قدام. أيوه. هيستسيب لك نص الملعب كله، اول واحده من اللعيبه هيبقى على دايره السنتر، ويحاول يقفل المساحات في نص الملعب، اللي هو عارف ومتاكد نقطه التميز بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيحب استحواذ في الثلث الاخير مع نص ملعبه، يطلع الكره قدام. اللي حصل في الشوط الثاني ايمن كنا في الاستوديو كلنا هنا، وقلنا ان الحاجه اللي عملت الطفره في اداء النادي الاهلي ان تحس ان اللعيبه اتزقت قدام شويه، اللعبة من قدام قوي، خلاص انت ضغط كويس قوي، وانت الحته الهجوميه عاملها عاليه قوي وليك كثافه عاديه كبيره جدا، فخلاص الامور بقت اسهل من الشوط الاول. اعتقد الشوط الثاني بدايه النهارده الشوط الاول هي دي بقى، ده البدايه بتاعتها، ضغط كويس قوي على فريق الجيش لو مش معاك كوره، ودايما هو اكيد شاف طريقه لعب طلائع الجيش، ودايما هيبقى دايما على الكره الثانيه، الكره الثانيه ما يستحوذش عليها طلائع الجيش، على اساس يبقى هو دايما الغلبه في نص الملعب للاعيبه النادي الاهلي. بقول لك كابتن علي، انت كنت عايز تروح مدينه نصر. عيب انا عارف. نروح لزميلنا محمد توفيق انا عارف. مدينه نصر نتعرف منه على الاجواء هناك. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتفرج علينا دلوقتي. انا مع حضرتك من هنا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر لرصد ومتابعه اجواء مباراه نهائي الكاس بين الاهلي وطلائع الجيش. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه، ما فيش بس غير كان درجه الحراره قليله شويه، ده عمل يعني يمكن بروده كبيره في الجو هنا في مدينه نصر، خاصه ان المكان زي ما حضرتك عارف انه مفتوح. يمكن الجميع هنا يامل استمرار لسلسله الانتصارات والانجازات، فوز النادي الاهلي ان شاء الله بعد الفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا، تتوج النهارده الثلاثيه العظيمه اللي كل الجمهور بيامل فيها وبيتكلم عنها النهارده، وتحقيق الثلاثيه بعد فتره كبيره. يمكن النادي الاهلي ما حققش ثلاث القاب في موسم واحد، ان شاء الله ده يتحقق النهارده. الجمهور يمكن يا كابتن ايمن عامل يعني زي ما بيقولوا كده استوديوهات تحليليه مصغره هنا في الجلسات الخاصه بين الاعضاء، بيتكلموا عن التشكيل المتوقع، مين اللعيبه اللي ممكن تبدا، مين اللعيبه اللي ممكن تكون اوراق رابحه النهارده، ده يمكن في الجلسات الدايره بينهم، خاصه كمان كل الحديث هنا زي ما قلت لحضرتك على الثلاثيه ان شاء الله
تتحقق النهارده، وده كمان يبقى خطوه في تحقيق السداسيه ان شاء الله بتحقيق السوبر المصري وكمان تحقيق السوبر الافريقي، وان شاء الله ميداليا زي موسم 2006 ميداليا ان شاء الله في كاس عالم انديه ان شاء الله، يعني زي ما بنقول بدايه العام المقبل ان شاء الله في قطر. كمان بيتكلموا هنا كابتن ايمن عن الاجواء، الناس كلها سعيده، بيتكلموا عن مباراه الزمالك وعوده الانتصارات والبطولات الغايبه منذ فتره، يمكن دوري ابطال افريقيا بعد 7 سنوات، وكمان الكاس يمكن غايب من 2017 ان شاء الله يكون موجود النهارده. يمكن كمان الاداره التنفيذيه قايمه بدورها على اكمل وجه، توفير اكثر من شاشه عملاقه هنا في اكثر من مكان في النادي بحيث كل الاعضاء يتمكنوا ان هم يشاهدوا المباراه باريحيه وبشكل كبير، ويحتفلوا ان شاء الله بعد نهايه المباراه بتتويج النادي الاهلي بالثلاثيه والبطوله 37 ان شاء الله في تاريخه من كاس مصر. كمان يا كابتن ايمن يمكن ظاهره كنا افتقدناها في الاوقات الاخيره او الفترات الاخيره، بعت الاعلام يمكن منتشرين بشكل كبير جدا على جميع بوابات النادي، حضرتك من اي بوابه الداخل هتلاقي عدد كبير جدا من بعت الاعلام بيحملوا اعلام النادي الاهلي، وعدد كبير جدا من الاعضاء طبعا اشترى الاعلام، ويمكن اعلام النادي الاهلي رجعت ترفرف في كل مكان في مصر، ويا رب دايما انتصارات وانجازات للنادي الاهلي، وسلسله الانتصارات لا تتوقف ابدا ان شاء الله، والنادي الاهلي يبقى دائما وابدا رقم واحد ان شاء الله. الكلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق من اهلي مدينه نصر. كابتن اسامه، يمكن كابتن علاء قال ان هو طارق العشري ما بيغيرش لا مع الاهلي ولا مع اي فريق، اسلوبه هو اسلوب لعبه كده، هو مش من نوع المدربين اللي بيبني الهجمه من تحت، ولكن هو فاجئنا في ماتش اللي فات ماتش الزمالك بدا هو بالهجوم، يعني هو كان عنده البدايه المفاجاه لنادي الزمالك، فاجئ نادي الزمالك ان هو اللي ابتدى بالهجوم فاربك شويه نادي الزمالك في البدايه. هل ممكن يجازف النهارده ويعمل نفس الكلام دوت مع نادي الاهلي؟ كلنا متفقين ان طارق العشري اسلوبه في كل الفرق اللي مسكها بيبقى متحفظ دفاعيا جدا، بيقفل مساحات كبيره ورا، سواء لما بيلعب 4 في خط الخلفي او 3 زي الماتش اللي فات. الماتش اللي فات كان بيلعب ب5 منهم 3 في العمق اللي هم خالد سطوحي واحمد علاء وعلي الفيل، 3 مساكين، ويمينهم زولا وشمالهم ناصف 5، واثنين مهند لاشين وفرانك ستيفن مدافعين، ثم احمد سمير، وقدام ناصر منسي وعمرو جمال. بيلعب 3-5-2. فهو اسلوبه متحفظ دايما، ده الطبيعي، لكن وبيلعب على الكره الثانيه، يمكن كابتن علاء قال كده انه تملي في الضربات الثابته، في الفاولات اللي بتجيله على خط ال 18 عنده، بيطلع الفرقه كلها قدام وبيلعب كور طويله، وبيعتمد ان ناصر منسي مثلا او عمرو جمال يزحلق الكوره والناس تكمل من وراه زي احمد سمير او تملي بيلعب على الكوره الثانيه وغلق مساحات ورا. ماتش الزمالك فعلا غير الشكل شويه في بعد اذنك كابتن اسامه، جالنا التشكيل النادي الاهلي نقوله الاول وبعدين نتكلم عشان يبقى ايه كلام على الواقع. ماشي. هيبتدي بمحمد الشناوي لحراسه المرمى، وناحيه اليمين هيبقى هاني، ناحيه الشمال علي معلول، اثنين في القلب ايمن اشرف بدر بنون، اثنين قدامهم نص الملعب حمدي فتحي عمرو السوليه، قدامهم مجدي قفشه، ناحيه الشمال حسين الشحات، ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر او العكس طاهر الناحيه الثانيه وحسين الشحات ناحيه اليمين، مروان محسن راس حربه. نقول ثاني، محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، ايمن اشرف، بدر بنون، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، قفشه، مروان محسن في الهجوم. فقلنا ان طارق العشري ده اسلوب لعبه. ماتش الزمالك فعلا ابتدى شويه يهاجم من الامام، بس نادي الزمالك اداله الفرصه، نادي الزمالك اللي اداله الفرصه. النادي الاهلي مفروض انه من بدايه اللقاء لازم يلعب بشراسه غير طبيعيه ويحسسه انه مش الكاس مش هيخرج من النادي الاهلي. هو ممكن يبدا ضد الاهلي زي الزمالك يا اسامه؟ صعب كابتن طارق، صعب. انا بتكلم على دي، صعب. صعب يعني، هو ده فاينل كمان. لا هو مش اسلوبه اصلا يعني. زمالك كانت استثناء في كل ماتشاته اللي لعبها حتى مع الفرق اللي اقل من الاهلي والزمالك. لكن انا قلت لك الزمالك كمان اداله الفرصه دي يعني. هو احساسه كان ممكن مثلا يضغط من بدايه شويه، لا الزمالك قلقه هيكش تاني. لكن هو لعب على حاله نفسيه يا اسامه. ايوه صح. لعب على ان هم حاله نفسيه بتاعت لعيبه الزمالك بس.
في بعد الخساره من البطوله الافريقيه من النادي الاهلي بالزبط. وحالتهم كمان في اللقاء، فهو ممكن كان بيعمل نقطه ايه ترهيب كده في الاول، ولو حس ان هم يعني بيهاجموا بشراسه ومخوفينه كان هيتراجع زي اسلوب زي اسلوبه الطبيعي، بس هو لقى ان العمليه متسهله مفتوحة. فمع النادي الاهلي صعب يعمل كده، انا متفق مع الكابتن علاء على الموضوع ده. فالنادي الاهلي المفروض ما يدلوش الاحساس ده، النادي الاهلي لازم يبقى شرس جدا من البدايه، لازم الهجوم يبقى ضاغط من بدايه اللقاء، وانه الكاس ده مش هيخرج من النادي الاهلي. طبعا بحسب بقى بعد كده مجريات اللقاء، بس انا بتكلم البدايه لازم تبقى فيها شراسه يعني. بالنسبه للنادي الاهلي التشكيل اللي حصل هو زي ما كلنا كنا متوقعين، باستثناء يمكن بدر بنون هي المفاجاه بالنسبه لي. انا كنت متوقع ان ممكن جيرالدو يقعد عن تشكيل الاتحاد ويلعب طاهر او كهربا، يمكن كمان الكابتن شريف قال انه التغيير ممكن يبقى في الجزء الامامي، لكن هي بتبقى لي وجهه نظر انه بدر برده لعيب كويس ولعب مع الرجاء فاينل او قبل النهائي مع الزمالك وكان بيأدي بشكل كويس، ربنا وفقه النهارده هو طاهر كبدايه. لكن التشكيل هو تقريبا اللي لعب ماتش الاتحاد باستثناء التغييرين دولت، وده منطقي يعني، ده منطقي لانك انت عندك وقت انك تدخل، انت القماشه عندك وسعت يعني. انت في ماتش الزمالك الشوط الاولاني النادي الاهلي لعب اول ربع ساعه بعد كده اتهز، كنا مختلفين في الاستوديو وانا قلت يمكن مش هيغير بدايه الشوط الثاني، وفي ناس قالت لا هيغير. انا كنت بقول كده ليه؟ لان القماشه عنده بره كانت محدوده جدا، ولو غير بدري ممكن مع الوقت مش هيقدر يغير. لكن الماتش اللي فات عمل تغييرتين مره واحده في بدايه الشوط، لان القماشه بالست سبع عناصر اللي جم جداد وسعت عنده فبيقدر يغير. فنتمنى ان شاء الله ربنا يوفق بدر بنون وطاهر النهارده مع بقيه الفرقه ان شاء الله يعني. كابتن هاني ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي، وهل كنت متوقع التغييرات ديت اللي بدر يلعب من بدايه المباراه وطاهر محمد طاهر من بدايه المباراه؟ طاهر ممكن طاهر ممكن بدري مفاجأة بدري مفاجأة صراحة يعني. ياسر كمان خصوصا ان ياسر بقاله ماتشين كويس صح؟ ماشي كويس فبدري كمان أول مباراة ليه يلعب نهائي فدي طبعا ثقة كبيرة جدا من الراجل بالنسبة لبدر بنون. لكن طبعا هو عارف ان هو لعيب دولي ولعيب محترف ولعيب كبير، واعتقد ان الراجل مش يعني موضوع مش صعب ان هو يلعب نهائي. لكن امكانيات كمان بدر بنون ما شاء الله عليه يعني، انا شايف ان هو مكسب كبير للنادي الاهلي واضافة كبيرة جدا. طاهر لعب الماتش اللي فات ما كانش يعني كان عنده عدم توفيق في المباراه في كام كوره، لكن كلنا عارفين طاهر وامكانياته سكات امكانيات بدنيه او فنيه وما شاء الله عليه يعني لعيب كويس قوي، وانا من اللعيبه اللي انا بحبها بصراحه. برضه الراجل ان هو اداله وهو وحش، مش عايز اقول وحش يعني ما كانش موفق يعني دي حاجه كابتن برضه يعني بتبقى ميزه كبيره عند مدرب ان هو يدي اللاعب وهو مش موفق، فدي بيحسسك ان انت إن يعني عندي ثقه فيك، فمفيش مشكله بالنسبه لي ان انت تضيع. زي الشحات في مباراه المباراه النهائيه بتاعه بطوله افريقيا برده ضيع، وبرده الراجل اداله بعده قبل النهائي، فدي حاجه كويسه في الراجل بصراحه. انا بيعجبني المدربين اللي بيفكروا بالشكل ده. وجود طاهر طبعا اضافه كبيره للنادي الاهلي، وانا واثق ان طاهر ان شاء الله هيعمل مباراه كبيره، ولو حتى ما عملش مباراه كبيره النهارده انا شايف ان هو هيبقى مستقبل للنادي الاهلي. كلنا اتكلمنا في الاستوديو اللي فات وقلنا ان هو مستقبل النادي الاهلي، وممكن ان هو يعني لو اشتغل على نفسه كويس وقدر ان هو يثبت مكانه في النادي الاهلي ويحقق بطولات مع النادي الاهلي، اعتقد ان هو مكانه ممكن يبقى في اوروبا بسهل جدا بس صعب، لان هو امكانياته البدنيه وامكانياته الفنيه عاليه جدا. مفيش تغيير تاني في التشكيل، ايمن اشرف موجود، علي معلول، الراجل برده يعني تقريبا 90% مثبت التشكيل، لان عارف اهميه المباراه كويس قوي، وعارف ان هو بيلعب مع تيم كسبان النادي الزمالك برده الماتش اللي فات، ومدرب قدير زي الكابتن طارق، فاعتقد ان الراجل دارس اهميه المباراه كويس قوي، وشايف ان هو التشكيل ده شايف ان هو مناسب جدا يعني. قبل ما نطلع فاصل هناخد تشكيل طلائع الجيش، محمد بسام، محمد ناصف، احمد علاء، علي الفيل، خالد سطوحي، فرانك ستيفن، مهند لاشين نص الملعب، على الطرفين زولا، احمد سمير، وعلى الورق اثنين قدام راسين حربة، عمرو جمال وعمرو مرعي. مرة تانية، محمد بسام حراسة المرمى، على الطرفين ناصف وخالد سطوحي، في القلب أحمد علاء وعلي الفيل،
قدامهم فرانك ستيفن ومهند لاشين، على الطرفين زولا واحمد سمير، واثنين راس حربه عمرو مرعي وعمرو جمال. ده اللي على الورق. نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار، مع كباتن الكبار اللي مشرفينا النهارده، على التشكيلين بتاعت نادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش اللي قد يبدو لنا ان هو مفاجاه، ولكن بعد الفاصل. ونرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على تشكيل نادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش مع نجومنا الكبار. قبل ما نروح للتشكيل عندنا بس احصائيات من ماتش طلائع الجيش ماتش الزمالك على موضوع الاستحواذ اللي احنا كنا بنتكلم فيه. نسبه الاستحواذ بالنسبه لطلائع الجيش ماتش الزمالك كانت 41%. 41% تعتبر نسبه ضعيفه طبعا. التمريرات الصحيحه 296 من 432. تيجي ازاي؟ ودي برضو يعني النسبه المئويه تقريبا في التمريرات 69%. برضو دي تعتبر نسبه يعني متوسطه او فوق المتوسط. التصويبات على المرمى 11 من 22. كويس. 50%. كويس. العرضيات 20 عرضيه. تمريرات بينيه صحيحه 4 من 7. نسبه كويسه جدا. فيما عدا زي ما قلنا في الارقام في حته الاستحواذ والتمريرات، لان هو تقريبا احنا قلنا ان هم بيبنيش الهجمه من تحت وبيعتمد على التمريرات الطوليه. خش بقى على الماتش، كان في اكسترا تايم كمان، خد بالك يعني كان في وقت كبير قوي. ان تبقى في مساحه ال 400 باس، ال 200 وشويه باس مظبوطين، الشوط كتير، فكان في مساحه في اكسترا تايم فوق 90 دقيقه، فبتسمح للاعبين ان هم يعملوا النسبه دي يعني. هي النسبه، خلي بالك كابتن شريف، النسبه ما تعتبرش جيده. يعني نسبه التمريرات الصحيحه هنا 296 من 432 99%. يعني بيلعب نادي الزمالك برضه، مش اي فرقه بتقدر تعمل 48 52 مع نادي الزمالك يعني. نادي الزمالك كمان كان لا، هو 41. ان الحاله النفسيه وحاله البدنيه ما اسعفتوش في الاكسترا تايم. يعني حسينا ان في دروب حصل، وحسينا ان لسه في اصرار من فرقه طلائع الجيش انها عايزه تبقى ليها وجود وعندها فرص وسنحت ليهم، وبقوا بيروحوا. والراجل احمد سمير ده محطه هايله يعني، بيقف على الكوره لغايه حتى ما اللعيبه بتجيله، وبيعملوا له سبورت، وبيبقى الدنيا مكشوفه جدا. وانت اي فرقه كبيره بتلعب اي فرقه ما تتوسمش ان ممكن هيفاجئهم بهدف، هيفاجئهم بلعبه جامده جدا، بتصويبه هايله. فالحاجات دي بتبقى مفاجات يعني، واحنا اتفقنا الاهداف بتيجي من اخطاء وفنيات فرديه عاليه جدا. فده كان متوافر الحقيقه في فرقه الطلائع يوم ماتش الزمالك يعني. طيب لو اتكلمنا على تشكيل النادي الاهلي النهارده، وبالمناسبه احنا معانا برضو الاحتياطي ما قلناهوش، هيبقى علي لطفي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، جيرالدو، ناصر ماهر، اكرم توفيق، محمود كهربا، صلاح محسن. احتياطي طلائع الجيش محمد شعبان، حسين السيد، مصطفى الزناري، اسلام محارب، توني جوميز، مصطفى جمال، عمرو السيسي، احمد هاني الحسيني، وناصر منسي اللي هو كان بدا المباراه اللي فاتت مع عمرو جمال. كابتن علاء، تشكيل النادي الاهلي. تشكيل طبيعي خالص، هو بس يعني بالنسبه لنا كانت المفاجاه بدر بنون هو يبدا المباراه النهارده، لكن هو التشكيل متوقع. انا نفسي كنت متوقع النهارده هيبدا طاهر محمد طاهر، اديله دفعه كمان بعد ما شافوا المباراه السابقه. ويمكن هاني قال ان هو مش موفق، لكن هو حاول ومطمئن يعني. طاهر لعيب مطمئن، ما فيش مشكله طاهر، بس حته التاقلم مع طريقه لعب النادي الاهلي اعتقد طاهر هيبقى في مكان تاني خالص، لان كل الامكانيات موجوده عند طاهر. طريقه اللعب ما فيش فيها تغيير يا ايمن، متاكد مستر موسيماني هيعمل ضغط مع مروان، مع محمد مجدي، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. ده لو طارق العشري حاول يحضر، وده نادرا ما هيحصل بدايه المباراه. يعني بدايه المباراه يمكن كان اسامه بيتكلم، هو الطريقه واحده، حته تحضير في طلائع الجيش ما اعتقدش هيعملها النهارده. البدايه اللي عملها مع نادي الزمالك هو لعب على حاجه وكان موفق فيها، هو لعب على الحاله النفسيه، حاله نفسيه بتاعت نادي الزمالك. فلما جرب ضاغط وكان اسامه اتكلم عنها طبعا بامتياز، ان هو لقى الضغط ما فيش رده فعل من نادي الزمالك اللي هو قلقان منها، فكمل. بقى هو ليه السياده، هو ليه الشكل، هو بقى الاخطر. لكن بص، استحاله النهارده يعمل كده مع النادي الاهلي، لان هو عارف بيلعب مين وعارف هيعمل ايه بالظبط. هو زي ما بقول لك انا، يقفل المساحات كويس قوي، مش هيقابل من بدري، هيسيب حته الاستحواذ، مش هدور على الاستحواذ النهارده.
ما هي مش استحواذ، ان هو مع النادي الاهلي هو اوريدي فاقد الاستحواذ من قبل المباراه. استحواذ مع النادي الاهلي اكيد. لكن هو يفكر ازاي يقفل المساحات، يقفل المساحات على طاهر وعلى حسين الشحات وعلى محمد مجدي. محمد مجدي مستر موسيماني اداله، تحس اداله نفس جديد. النفس الجديد ان هو اداله حريه حركه في الثلث الاخير في اي مكان يا ايمن، اي مكان انت عايزه. واداله حاجه كمان جديده، ان هو بيبقى اول واحد ضاغط بعد مروان. اول لاعب تلاقيه بعد مروان هو محمد مجدي. وفي اوقات كتير كان هو سابق مروان كمان. هو مديله حريه حركه في الثلث الاخير، التزاماته في الحته الدفاعيه مش كتير، لان هو معتمد اعتماد كل على وجود عمرو السولاي وحمدي فتحي، فعامل له حته توازن دفاع كويس قوي. فمحمد مجدي الجري بتاعه بقى قليل قوي في الحته الدفاعيه، بس كل امكانياته البدنيه والفنيه بقت في الثلث الاخير. عشان الناس كده بتقول لك محمد مجدي زاد، هو محمد مجدي زاد في الحته دي بس. حته ان الراجل ده الحريه الثلث الاخير يتحرك كويس قوي، ما الزموش بمهام دفاعيه كتير. حتى مهامه الدفاعيه ايمن لو بتاخد بالك من تحركات مجدي كلها لقدام، بيروح دايما على المساك الثاني، بيروح على باك من الباكات. عشان كده محمد مجدي تحس ان هو بدنيا لنهايه الماتش مفيش مشكله خالص. عادي جدا وبيكمل حتى فيكس ترام هيلعب. عشان كده بقول لك طريقه اللعب النادي الاهلي مش هتختلف. كل النهارده اللي هيدور على النادي الاهلي ومش عايز يدور المباراه مع طلائع الجيش، هيدور على هدف بدري مع دايما في يعني المنطقه الدفاعيه السوليه وحمدي فتحي عملاك يعني اثنين ارتكاز في الفرص. بمناسبه المنطقه الدفاعيه، هل عدم وجود ديانج مؤثر شويه في الناحيه الدفاعيه عندنا في النادي الاهلي؟ شويه، لان ديانج يمكن اتفقنا في الاستوديو اللي فات وكان كابتن شريف كان اتكلم عليه، ديانج كان طالع مستواه كان بيطلع بزياده مش طبيعيه ايمن. صحيح. وكان فارق قوي في نص الملعب، كان مديك حته تبقى مطمئن قوي دفاعيا دي، وبتحرك كويس قوي بدنيا امتياز، تحس ان في حد هو والسوليه ماليين نص الملعب ما فيش فيه مشكله. ده ما يقللش على فكره من حمدي فتحي، حمدي فتحي بالعكس لعيب هايل، ويمكن حتى بتفوق على ديانج في الحته الهجوميه وحته استعمال ضربات الراس، ودايما بيحرز منها اهداف. لكن ديانج مع السوليه يديك منطقه دفاعيه ما فيش فيها مشكله خالص الاثنين، وتحس ان ديانج مع السوليه، السوليه بقى عنده الحته الهجوميه اكتر، بقى مطمن. صحيح. لكن ديانج مع عمدي حمدي فتحي، وعلى فكره ده ذكاء من السوماني وذكاء من معرفه قدره لعيبتك، ان حمدي فتحي مع السوليه بيدي الحريه شويه لحمدي خصوصا في الكور الثابته، ويثبت عمرو. عمرو مع ديانج بيدي الحريه للسوليه. مزبوط. ودي على فكره حلوه قوي في نص ملعب اي فريق في العالم، حته التنوع اللي هو مش مدافع بيقطع ويسلم وخلاص، لا لا لا، الموضوع مختلف. عشان كده نص الملعب دايما عندك انت حته التفوق فيه مفيش فيها مشكله. حتى وجود اكرم كمان، اكرم عامل مستوى ممتاز مع الجون. عشان كده لما رجع يعني اكرم ان شاء الله لما يلعب، وافتكر الكلمه دي ايمن، مش هيبقى واحد مدافع بيقطع ويسلم، لا لا لا، هتلاقيه برده زايد، لان النادي الاهلي كورته هجوميه بتساعد اي حد ان هو يظهر بمظهر حلو. صحيح. عشان كده بقول لك النهارده مستر مسمى طريقته واحده، طار العش كله هيعمله النهارده يقفل مفاتيح اللعب النادي الاهلي، هي معروفه للعالم كله، لكن هو ازاي تقفل مفاتيح اللعب دي. أيوه. هو هي دي اللي هيعملها طارق النهارده، مع طبعا زي ما بتفق مع حسام ان شاء الله. زي ما انت اتفضلت وقلت، لو جبنا جول احنا وخلينا اسبقيه باذن الله، يعني نحاول نعززه طبعا، لان طارق العشري ساعتها هيتخلى بقى طبعا عن هذا الشكل، ويملك من اللاعبين يعني. اتفضل ايوه اتفضل. يملك من اللاعبين ان هم يدوا له الفكر ده. بس اتفضل حسام. اشتاق كابتن حسام، تشكيل النادي الاهلي شايف من خلال التشكيل ازاي ممكن يكون اداء النادي الاهلي، وتعامل طارق العشري زي ما بنقول كده، هيكون في تحفظ ولا هيلعب فعلا زي ما هو على الورق قدامنا؟ بص، هو النادي الاهلي التشكيل قلنا منطقي، بس هي بتاعت بدر بنون بالنسبه لنا مفاجاه، مش عشان بدر بنون لعيب كبير، لكن احنا بنتكلم انه تملي في خط الدفاع لما تكون انت داخل على المباريات زي دي بتفضل تلعب بالتشكيل اللي هو بيلعب، لكن كان متوقع ان طاهر يلعب مكان جيرالدو، بقيت التشكيل هو يعني. ومفروض النهارده ان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر يبقوا اكتر اتنين مؤثرين فرقه النادي الاهلي. اقول لك ليه؟ لانه طارق العشري بيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه في ماتش الزمالك، باستثناء لاعب عمرو مرعي مكان ناصر منسي. بيلعب ثلاثة في العمق اللي هم أحمد علاء وعلي الفيل وخالد سطوحي، واثنين يمينهم وشمالهم وأحمد زولا. هو طبعا احنا جايين لنا تشكيل أحمد زولا تحت الفرود، لا، أحمد زولا بيلعب ظهير أيمن.
هو اصلا وسط مهاجم، ولكن من ايام عبد الحميد بسيوني موظفه في مركز الظهير الايمن. فطارق برضو الماتش اللي فات بيلعبوا ناحيه الظهير الايمن، وفي ثلاثة في العمق اللي هم علي الفيل واحمد علاء وسطوحي وشمال ناصف، دول الخمسه اللي ورا. ثم اتنين ارتكاز اللي هو مهند لاشين وفرانك ستيفن، وثلاثة في الامام احمد سمير خلف ناصر عمرو مرعي وعمرو جمال. دي هتعمل له مشكله في حاجه، انا كنت متوقع ان ممكن يستغنى عن واحد من راسين الحربة النهارده ويلعب وسط جناح. يعني ليه؟ لان قوه النادي الاهلي كبيره في الاجنحه في في الاطراف، يعني علي معلول مع طاهر، هاني مع حسين الشحات. خلي بالك هو بيلعب حتى الماتش اللي فات مع الزمالك بيلعب بناصر، كان ناصر منسي بقى مش عمرو مرعي، بيلعب بناصر منسي وعمرو جمال راسين حربة راسين حربة. يعني اتنين قدام. اتنين قدام، وكان احمد سمير تحتيهم، بس احمد سمير صحيح بيميل للعمق كتير بس تملي ناحية الجنب اليمين لان هو بيحب يخش من الجنب اليمين للعمق ويشوت. يعني ما بيروحش شمال كتير، هو بيروح تملي في المنطقة اللي هي قدام زولا. فهو بيتصرف في انه يقفل الجنب التاني ازاي؟ واحد من راسين الحربة دول يميل ناحية الشمال. مزبوط. يعني ناصر منسي ساعتها كان بيميل ناحية ناصف، اكنهم بقى 5-4-1. نفس الشيء هيعمله النهارده عمرو مرعي او عمرو جمال، واحد فيهم هيبقى الاثنين قدام. بس لما بالهجمه بتبقى في اعتقد عمرو مرعي هو اللي ممكن يرجع. اساس عمرو جمال قدام. بالظبط. عمرو مرعي برضو قدام، ولكن هيروح واخد الطرف شويه. مزبوط. مع ناصف عشان يقفل في مزبوط. الجبهه اللي فيها حسين الشحات وهاني. مفروض بقى مش هيقدر يعمل كده طول الوقت. يبقى حسين الشحات عنده فرصه كبيره جدا 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 ان هيتحط في مواقف كتيره، واحد على واحد مع ناصف او هو وهاني اتنين على واحد، لانه مش هيقدر عمرو مرعي في كل كوره. هو صحيح مجهوده كبير لكنه اساسا راس حربه، يعني بيلعب قدام كتير، مش هيفضل كل ده. مش ممكن يلعب 4-4-2 النهارده؟ لا صعب. انت ثانيه واحده. لا ما اعتقدش. هو طالما ابتدى متهيألي طالما ابتدى بعلي الفيل واحمد علاء وسطوحي هيلعبهم هم الثلاثه في العمق. ممكن يلعب 4 بس انا متهيألي هيلعب. قصدك ان هو يلعب 5 ورا؟ هو ماتش الزمالك لعب كده كمان. لا وفي اوقات كمان كان فرانك سيفين بيخش معاهم كمان. ما طبعا ما هو ده مدافع وسط مدافع، لكن انا بتكلم على الثلاثه دولت. لو بتكلم يلعب براسين حربة. ما هو بيلعب براسين حربة. لا راسين حربة راسين حربة في القلب. ما هو كابتن تعرف لو خد بالك عمرو جمال ده بيسقط يعني لتحت الفترة اللي فاتت. ما هو ما انا عارف. طب هو عمرو مرعي هو بيلعب بعمرو مرعي وعمرو جمال قدام راس حربة راسين حربة وعمر راس حربة اساسي. الاثنين راسين حربة كويس زي ماتش الزمالك بيلعب اثنين راسين حربة. وبيلعب بثلاثه سيرت باكات اللي هم خالد سطوحي وعلي الفيل واحمد علاء. هو بيعتمد على الهجوم من ناحيه زولا بالذات كويس، لان احمد زولا سريع ومهاري. يمكن ناصف بيتحفظ شويه في الدفاع عشان يبقوا 4، لكن احمد زولا هو اللي بيطلع كتير ناحيه اليمين. مزبوط. مع احمد سمير. لكن هو بيلعب ثلاثه قلب دفاع زي ماتش الزمالك. الشكل اللي هو جايبه كده التشكيل هو عامله. ايوه بص يا كابتن علاء، انا وجهه نظري ان هو ممكن يلعب باتنين راس حربة في حالة ما إذا كان بيهاجم. ما هو يعني ما هو هيلعب بيهم. معتمد بس أول ما هيفقد الكرة عمرو مرعي ده هيرجع نص الملعب. طيب ماشي. هل عمرو مرعي طول المباراة هيقدر يلتزم الحتة دي وأول مرة يلتزم بيها؟ لا بس أنا مش هيفضل طول الوقت. أنا أشك. ماشي ماشي. ما هو في بديل بره. لا أنا ما بتكلمش على البديل بره، أنا بتكلم على الأداء. في أداء في سر المباراة. هل عمرو هيلتزم بالناحيه لو يرجع مع هاني ويقفل ويروح ويجي مع ستيشات؟ ما اكيد لازم هيعملها فتره مش هتقدر طول الوقت. بس ما بتكلم على دي عشان كده بقول لك شحات وهاني استغلوها جامد. انا هي مجرد بس يعني دردشه كده. هو ليه ما كنتش بيفكر بيلعب باتنين راس حرب؟ ما هو اتنين راس حرب. خد بالك ان مرعي ده بيحاول يحط نفسه دايما راس حرب. ايوه كده. هي دي شريط لعب. ما انا بتكلم على دي يا شريف. انا بتكلم دي انه بيبحث في العمق دايما. انه انا بتكلم على دي. يعني عمرو منسي كان بيعمل دي اسامه ماتش الزمالك. كان بيقدر يتطرف ويرجع. ولا ناصر منسي. ناصر منسي. انا فاهم. عشان كده بقول لك عمرو مش ناصر. مش هيقدر يعمل حته بتاعت ناصر. ان عمرو زي ما الكابتن شريف بيتكلم وانت مغمض كده بيروح رايح على هيعمل كده راس حرب. كويس ماشي. انا اتفق معاك هيعمل كده. يعني عمرو جمال وعمرو مرعي هيلعبوا كراسين حربه. بس ساعه لما النادي الاهلي يمسك الكوره عمرو مرعي هتلاقيه صايد في الجنب الشمال. انا بتكلم على دي. انا بقول لك دي على فكره دي ممكن تبقى ميزه
للنادي الاهلي. ايوه لان عمرو مش زي ناصر حته التزام. انا بتكلم حته التزام ايمن وهو الجيش فاقد الكوره مش هو معاه الكوره. هو معاه الكوره اكيد يبقى اتنين راس حربه ويقدر يعمل اطراف زي ما بيلعب. كان بتكلم لما بيفقد الكوره الميزه اللي ممكن يستغلها لعيبه النادي الاهلي ان عمرو مش هيلتزم زي ناصر لان هو طبيعه لعبه من اول ما لعب كوره زي ما شريف اتكلم راس حرب بيلعب على الجول مظبوط. فهو ده التركيز اللي لعب فيه بس مش اكتر من كده. في حته ثانيه هو عبد الرحمن زولا ده سامي مش بيغطي ناحيه الشمال دايما انا بشوفه انا ناحيه اليمين زولا يمين كويس واحمد سمير ده حر على طول محطه احمد سمير تحت راسين الحرب لغايه لما هم بيبتدوا يجوا هو بيعرف يمسكها ويرقص واحد ويقف عليها ما فيش مش سهله تاخدها منه يعني الراجل عنده كنترول على الكوره كويس قوي وممكن هو عشان عارف ان النادي الاهلي بيحضر ويبدا من تحت فممكن هو لاعب بالاثنين دول على اساس ان هو يقفل حته التحضير للنادي الاهلي. لا بس أعتقد. انت قصدك بس هيعاني في الاطراف حته التحضير لو احنا النادي الاهلي بيحضر من ورا صح هو مش ممكن هيلعب من قدام مش هيقابلك من قدام مش هيقابلك هو ممكن يقابلك من نص ملعب من على الدايره لا ممكن ما دام بيلعب باثنين ممكن يعمل كده يا كابتن لا هو بص هو ممكن يكون على الورق ممكن يكون على الورق بس هو يعني المشكله ولكن اعتقد استحاله قبلك من قدام انا بقول كده مش عشان حاجه مش عشان حاجه لان هي دي مش فلسفه طارق مش لعبه طارق اللي عمل اللي كان بيتكلم مع الزمالك زي ما كان بيتكلم اسامه هي بس كان اللي هو ايه طب ما نبدا على الزمالك هو كان بيلعب على زي ما واحد بيران رهان كده بسرعه هلعب على حاجه معينه مشيت معاه وقت لكن هو متاكد لعيبه النادي الاهلي موضوع مختلف تماما فحته انه يجازف حتى لو حاول يجرب مثلا 10 دقايق ممكن يستقبل هدف في ال 10 دقايق لا مش هيجازف في البدايه اعتقد هو مش ممكن يجازف هو هاني اصل هاني بيقول ايه ممكن من البدايه يروح قافل عليك من قدام عشان حته الاستحواذ مش اسلوبه مش اسلوب طارق مش اسلوب طارق مش اسلوب طارق هاني هو عمرو عامه عنده حته اللي هو بيجري كتير البدنيه عنده عاليه فممكن هو بيستخدمه زي ما الكابتن علاء قال ان هو ممكن في الهجمه ممكن علينا ينزل تحت شويه بصراحه هم عندهم لغه السويتشات قدام بيعملوها كويسه قوي يعني التحرر اللي هم كل لاعب ممكن ياخد مكان لاعب عندهم الامكانيه وعندهم السرعات بس انا بقصد انه ان حسين الشحات وهاني محمد هاني هيبقى عندهم مواقف كتيره على ناصف لوحدهم يعني ممكن يبقوا اتنين على واحد مواقف كتيره لانه زي ما احنا اتفقنا ان عمرو مرعي مش هيفضل لان هو اصلا راس حربه مش هيرجع بس مش كل مره هو بيجري كتير بس مش هيفضل بقى كل مره في الجنب الشمال صحيح كابتن هاني لو اتكلمنا عن الاوراق الرابحه في فرقه طلائع الجيش طبعا من الاوراق الرابحه المميز جدا احمد سمير ويمكن احمد سمير معانا ارقامه في المباراه اللي فاتت وكان مميز جدا جدا في مباراه الزمالك اهو لعب 115 دقيقه جاب جولين فرص على المرمى 4 وصناعه الفرص 2 كان من نجوم المباراه وهو دايما يتالق في المباريات المهمه وخصوصا مباريات نادي الزمالك فعلا ده حقيقه لان هو كان طبعا في نادي الزمالك ومشي برده بطريقه مش كويسه تقريبا فعشان كده تحس ان هو بيجي قدام ماتشات الزمالك ويبقى عايز يثبت للناس ان هو ما كانش ينفع يمشي وهو فعلا من السنه اللي فاتت برده كان كذا ماتش بيلعب قصاد نادي الزمالك وبيحرز اهداف وبيعمل مباريات كبيره جدا لكن برده عايزين برده نقول ان النادي طلائع الجيش عنده لعيبه كويسه وعنده لعيبه خبرات كبيره جدا عندك محمد بسام في حراسه المرمى انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت ماشي كويس قوي وراح المنتخب احمد علاء وعلي الفيل ومحمد ناصف وخالد سطوحي الاربعه خط الدار كلهم بقى لهم فتره كبيره بيلعبوا في دوري ممتاز ولاعيبه خبره ولاعيبه لعب كتير عمرو مرعي نفس الكلام برده يعني لعيب عنده باور وبيجري كتير ويعني النهارده هو الكابتن طارق فاجئنا بيه الماتش اللي فات كان ناصر المنسي هو اللي بادئ النهارده بدا بعمرو مرعي احمد سمير زي ما قلنا عندك برده كابتن في البدلاء في لعيبه كويسه اسلام محارب برده من اللعيبه زي ما اتكلمنا على احمد سمير في نادي الزمالك اسلام محارب برده من ايام ما كان في سموحه كان بيجي قدام ماتشات الاهلي وبيعمل ماتشات كبيره جدا وبيجيب اهداف عالميه يعني فطبعا اسلام برده من اللعيبه اللي احنا برده يعني نقول عليها مهمه بالنسبه لطلائع الجيش وناصر منسي نفس الكلام مين يصنع الفارق في طلائع الجيش لو في حالته في الاساسيين ولا البدلاء الاساسيين الاساسيين اعتقد الحاله بتاعت احمد سمير الماتش اللي فات اعتقد ان حالته معنويه مرتفعه جدا وشايف ان هو يعني الراجل كابتن طارق
مش عايز اقول بيعتمد عليها اعتماد كلي، لكن هو ورقه رابحه بالنسبه له دلوقتي. انت لما يكون عندك لعيبه كابتن فايق فانت لازم بتديله طول ما ماشي يعني الدنيا كويسه والدنيا تمام، وما دام ماشي كويس مفيش اي مشاكل خالص. زي عندنا قفشه ما شاء الله عليه من الماتش للتاني بيزيد وبيثبت لك فعلا ان هو لعيب كبير، واللعيبه دي مهمه في الماتشات اللي هي الكبيره زي الماتشات النهائيات. يعني عمرو جمال طبعا نفس الكلام لاسلام محارب، عمرو جمال كان في النادي الاهلي برده ومشي وطلع اعاره، ودلوقتي برده هتلاقيه عنده حته اللي هو عايز يثبت للناس ان هو كان جدير ان هو يبقى موجود في صفوف النادي الاهلي. هتلاقي برده في النهارده في الماتش كابتن، هتلاقي النهارده حاسس ان هو الماتش هيبقى يعني في روح جامده جدا من الفرقتين، لان في بعض اللعيبه كانت بتلعب هنا وفي لعيبه كانت بتلعب هنا، وفي نفس الوقت عندك لعيبه خبرات هنا وهنا انا شايف، واثنين كوتش كبار جدا مستر موسيماني وكابتن طارق العشري. فانا شايف المباراه النهارده هتبقى مباراه ممتعه، واعتقد يعني اعتقد ان اللي هيفرق في المباراه دي الفنيات بتاعه الكوتش، يعني كان مستر موسيماني او كابتن طارق. واتمنى طبعا مستر موسيماني النهارده يوفق وباذن الله ونكسب المباراه ان شاء الله. هنرجع نتكلم مره ثانيه عن الاوراق الرابحه في الفرقتين وطريقه التعامل معاهم، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ازاي مستر موسيماني يقدر يقفل على الاوراق الهجوميه الرابحه لطلائع الجيش؟ احنا عندنا كمان من الاوراق اللي احنا اتكلمنا عليها احمد سمير. احمد سمير عنده مميز جدا في التسديد، هو بيجي من بره لجوه زي شيكابالا كده وبيسدد، عنده مهاره تسديد عاليه جدا ورجله مظبوطه جدا على الجول. بص كابتن ايمن، تقارب الخطوط بين عمرو سليه وحمدي فتحي وايمن اشرف وبنون دول ممكن المساحه اللي بيشتغل فيها احمد سمير، انه بيستلم الكره براحته، بيقف على كورته، بيعمل شويه مراوغات، بيعمل اي حاجه، بيشيل انتباهك خالص عن اللعيبه اللي بتبقى جايه من الخلف، بيساعدوه بيلعبوا معاه. عندك عمرو السوليه وحمدي فتحي، الاثنين دول اللي يقدروا يقفلوا الحته دي في حين هجوم فرقه الطلايع، يعني تقارب الديفنس بتاعك بنص ملعبك هو اللي بيعمل تضييق المساحات اللي هو السند الدفاعي. اللي هو بيعمله ايه؟ اللي هو بيلعب عليه مين؟ طارق العشري. ايوه. انه بيرجع لورا وبيقفل لك المساحات، ما بيخليكش تقدر تعمل التمريرات السليمه ويقدر يقطع منك ويعمل عليك الكونتر اتاك. فانت ما تديش فرصه لاي حد من اللعيبه دي، واحنا بقى لنا نص ساعه بنتكلم عنهم باشاده بالغه جامده جدا ان هم لعيبه كوره وبيتصرفوا كويس قوي وعندهم من السرعات والتفكير وعندهم حب ان هم يحرزوا اهداف. يعني في لعيب لما بيجيبوا جون بيحافظوا، يروحوا راجعين كلهم ورا وعاملين ديفنس وزون ديفنس ويحافظوا على الجول. لا، دول ممكن يجيبوا جول وبيبقى عندهم نفس السيستم نفس السرعات نفس الشكل، وممكن يجيبوا جول تاني. ما تعرفش ممكن الظروف تحصل ايه، الكره دي بتخبط في ايدك ودي ضربه جزاء، يعني ما تعرفش الظروف ممكن تمشي بيك ازاي. فانت تقارب خطوطك الثلاثه مش الاثنين بس، مش الديفنس ونص ملعبك، لازم برضو في سبورت من الثلاثه القدامانيين اللي هم تحت المهاجم عندك مقربين للسوليه وحمدي فتحي اللي هم اصلا قريبين وعاملين عمليه ضغط على الفرقه دي في حين لما الكوره بتبقى معاهم. لو احنا اعتمدنا على بعض او اعتمدنا على اي حاجه واتكال شغله ان انا اتكل على حد تاني هيغطي في الحته دي ما اعرفش، لا لازم دايما علي معلول السوليه جنبه، دايما ايمن اشرف السوليه قريب منه، الحته دي هي دي اللي بتقفل على احمد سمير زي ما انت قلت. ازاي اللعيب ده احنا ما ندوش الفرصه، ما ندوش سبيس، ما يبقاش بيلعب مثلا في 20 يارده بيستلم لوحده، بيقدر يمرر، بيقدر ينفذ، بيقدر يشوط، بيقدر يراوغ. مش عايزين الكلام ده بيحصل في ايه؟ بس ممكن تبقى يحصل طبعا لو احنا ايه؟ لا ممكن يحصل ظروف ماتش يعني. لو ايه؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، لو اديته فرصه على ماشي هتقص. بص يا كابتن شريف، ما انا ما اتفرجش عليه امبارح ويجي يعملها فين النهارده؟ ماشي، ما هو 90 دقيقه أنا مش اكيد مش هيستلم كوره، هيحصل. لكن هو بقى بعد ما يستلم، ماشي استلم وعمل كده، بعد كده ايه؟ ماشي، حتى لو بقى عدى الكوره معاه بعد كده المراقبه بقى الاخطر. دايما احنا نبص للباص التاني، ما نبصش للكوره زي الماتش اللي فات، زي الهدف اللي جه في الاتحاد بالظبط. وان سيريد بالظبط، زحمه سايب مساحات نص الملعب وكله بص على الكوره، واحنا بنتكلم فيه هنا ما ينفعش ما ينفعش، لكن عادي اتفضل. وخلي بالك ان طارق العشري اسلوب لعبه بيعتمد على الكره الثانيه بس، يعني هي الاولانيه. عشان كده انا معاك طبعا ان هو التانية. لو اقدر اقفل المساحات عليه يبقى هايل من الاول، لكن صح. ممكن يحصل خطا هجمه مرتده واستلم يبقى الثانيه. انا هريحك بس، هو الشغل الشاغل للفرقه كلها اكيد في المحاضرات وفي الشكل وهم بيتفرجوا على مباراه الزمالك، هو الشكل ده، هو شكل نادي طلع ده بنفس الشكل ده بالخطوره دي. انا معاك بتحركات اللعيبه اللي معاه جنبه كمان اللي بتساعد. انا بتكلم بقى على تحركات اللعيبه. أيوة. واحمد فيه ميزه على فكره كويسه قوي، غير اللي بيسدد بيشوف كويس كويس، لكن بيعمل كمان الكوره العاليه النازله دي لعمر او لعمر جمال او عمر مرعي بيعملها كويس جدا جدا. فلازما مهم قوي بدر بنون
والاهم من بدر منون محمد هاني. لازم هو اللي يبقى اخر واحد وشايف الكره دي، لان الوحيد اللي شايف الكره دي رايحه فين هو محمد هاني، هو مش معلول، مش ايمن ايمن، ومن قبلهم الشناوي اللي هو اللي هيوجه، هو اللي هيوجه. لكن حتى لو بيتكلم مظبوط، حتى لو الشناوي راح بس ماشي، يعني كده مع احمد اللي شايف بقى وعارف ان الكره هتروح الناحيه الثانيه. واكيد مستر موسيماني على فكره هو بيحلل في الملعب، وزي ما اتفقنا محاضرات نظر كتير جدا، اكيد اتكلم معانا كويس قوي. طب بقول لك ايه، ممكن يكون هو ملعب النهارده بدر بنون عشان الكره العاليه، ممكن لان اكيد هياخد خطوتين لورا، يعني هيرجع عشان الكره دايما بشكل ليبرو عالي. كره عاليه بيستعملها كويس بقى، عندك حته كويس قوي، هو ضامنها على الاقل يشريف حته كره عاليه. لكن هي دايما يا اما بيعملها حته الاندماج، بيعملها بين بدر بنون ومحمد هاني. ايوه، فدايما اللي شايف الشناوي لو اتكلم او محمد هاني هو اللي غطي الناس دي كلها، والعكس عند علي معلول لو من عند محمد هاني. طب هو لو فعلا لعب باثنين راس حربة، عمرو مرعي وعمرو جمال، هيبقى ازاي شكل الدفاع ورا النادي الاهلي؟ هيتعاملوا ازاي مع الاثنين دول؟ هيتعاملوا، هيبقى واحد من الاثنين اللي في نص الملعب يرجع. كويس، او لو مطرف شويه محمد هاني هياخد واحد من الاطراف. كويس، بس دي هتضطر تعمل حاجه ان محمد مجدي يروح نازل مع المساكه مع النص الملعب الثاني، على اساس بقاش واحد لوحده. أيوة، انت فاهمني؟ لكن طول ما انت كده انت مريح محمد مجدي، كنت لسه بتكلم عليها، محمد مجدي مش هتخليه يرجع في نص الملعب يلتزم، بس كده هيبقى جهد مضاعف. انت ماشي، لكن هو مش هيفكر في دي ايمن الا لو جه في هدف بدري. أيوة، اللي هو كان كابتن شريف كان بيتكلم هدف بدري في كاس مصر هيفتح. انا العب بقى على خلاص، ما انت فاهمني، مش هتفرق معاك. هو اصل انت لو قستها يعني بالحسبه كده، اي حد يقول لك المباراه 70 30 للنادي الاهلي، هو هيلعب على ال 30 دي خطف. طول ما هي 0 0 صح. لو الاهلي ان شاء الله هدف بدري، هو ما عندوش حاجه يبكي عليها تماما. يا ايمن، هو المطالب بالكاس النهارده ان شاء الله هو النادي الاهلي، لكن طلع الجيش وصلوا للنهائي، هو بالنسبه له شرف. طبعا هو الطبيعي كمان انه لما بيلعبوا براسين حربه، الطبيعي الاثنين المساكين هما اللي بياخدوه، يعني بدر بنون وايمن اشرف هم اللي ياخدوهم. وهاني بيبقى لو واحد لواحد، ولو واحد لواحد اسامه، لا يعني وهاني واخد باله، وهاني بيبقى واخد باله، او معلول واخد باله. لو دخلوا في العمق يبقوا 2 على 2 عادي. بس لما حد فيهم بينزل لنص الملعب خلاص بيبقى بتاع نص الملعب. يعني لو عمرو مرعي في المنطقه الاماميه يبقى 2 على 2 عادي راسين الحرب. لكن لما بينزل بقى لتحت قوي لغايه نص الملعب والكلام ده، لا خلاص ده مش بتاع السر، ده بتاع لعيبه وسط الملعب. هل ممكن في الناحيه الهجوميه نلاقي دور لبدر بنون؟ احنا شفنا في الرجاء لما كان بيلعب بدر بنون كان ليه دور في الناحيه الهجوميه لفريق الرجاء، بيبدا الهجمه وساعات بيكمل كمان، هو بيبدا الهجمه كويس. بس اعتقد النهارده ممكن يكون مستر موسيماني، وبالذات اول ماتش ليه مع الفرقه ونهائي كاس، واذا كمان هم بيلعبوا براسين حربه مش هيخليه يطلع لقدام كتير زي ما احنا متوقعين. لكن دي ممكن تيجي مع الوقت بالماتشات. لكن الكور الثابته عادي، انا مش انا بتكلم على اللعب العادي ويكمل لغايه قدام، لكن في الضربات الثابته يطلع عادي. ودي نقطه مهمه كمان كويسه احنا اتكلمنا فيها، الضربات الثابته. من اميز الحاجات للنادي الاهلي في الفتره الاخيره الضربات الثابته. مظبوط، يعني ماتش الزمالك الجون الاولاني اتعمل حلو قوي، الكورنر عمرو سلية. ماتش الاتحاد الكورتين. واحده القفشه من معلول ثم الثانيه فتحي اتعملت واترجعت لورا ثم اتلعبت جميله، فلازم نستمر عليها لانها مؤثره جدا وليها تاثير في المباريات اي حاجه. وطبعا نقلل العكس بقى علينا، لانه احمد سمير الفويلات اللي حوالين ال 18 بيلعبها كويس. فلازم برضو السردباكات ولاعيبه الوسط المدافعين ما يعملوش فويلات كتيره في المنطقه اللي هي قريبه من حدود ال 18. احنا شفنا جاب جون في ماتش الزمالك، واكتر من جون جابه في مباريات الدوري بالطريقه دي. وكمان الضربات الثابته اللي هي زي الكورنر والحاجات دي، لازم عمرو مرعي وعمرو جمال واحمد علاء وخالد سطوح والفيل لما بيطلعوا يتمسكوا كويس في الرقابه، لانهم بيلعبوا كويس في الضربات الثابته دي. ممكن كابتن هاني طارق العشري يقسم الماتش على مثلا 3 اجزاء على جزئين، طالما النتيجه في صالحه ممكن يجر النادي الاهلي لحد وقت اضافي، خصوصا ان هو كان واقف على رجليه في ماتش الزمالك لحد اخر ثانيه. طبعا شفنا فعلا الحاله البدنيه للاعيبه طلائع الجيش كانت فعلا ممتازه، وقدروا ان هم لحد اخر دقيقه ان هم يكونوا ند قوي لنادي الزمالك، وده اللي شفناه المباراه اللي فاتت، وقدروا ان هم يكسبوا كمان المباراه.
فدي حاجه تحسب لهم طبعا. انا شايف ان هو طبعا ممكن كابتن علاء شايف ان هو ممكن الراجل ما يبداش من الكابتن طارق ما يبداش ضغط من قدام برده عشان يوفر المجهود بتاع اللعيبه بتاعته، لان طبعا بتحتاج مجهود مضاعف ان انت لما تضغط من قدام من اول دقيقه دي بتحتاج مجهود بدني كبير جدا. وهو عشان كده انا شايف ان هو عشان كده لاعب عمرو مرعي من اللعيبه اللي قلنا اللي هو بيجري كتير وفايتنج وبيخبط ويعني لعيب رخم بلغه الكوره كده، لعيب رخم بالنسبه لاي مدافع. ممكن يبدا، انا شايف ان هو ممكن يبدا زون في اول الماتش عادي، وبعد كده يشوف مجريات الماتش هتمشي ازاي، مستر موسيماني هيبدا ازاي، هيبدا ان هو ضاغط من قدام زي ما عودنا بقفشه ومروان، وهو هيبدا ان هو يشوف النادي الاهلي هيشتغل ازاي، لان طبيعي ان انت النادي الاهلي نادي كبير ونادي كلنا عارفين النادي الاهلي. بس لو استقبل جول سيناريو اكيد، ولو جاب جول سيناريو تاني اكيد طبعا، قدر الله اكيد طبعا اكيد. انت لما بيدخل فيك جول مش زي ما بتجيب جول، انت لما بتجيب جول اكيد ان انت بترجع بقى وبتحافظ على الجول بتاعك، عكس طبعا ان انت لو دخل فيك جول بتحاول ان انت تتخلى عن المهام الدفاعيه بتاعتك وتبدا ان انت تفكر ازاي تجيب التعادل وتجيب التاني. فطبعا السيناريو ده كله هنشوف في المباراه، واتمنى طبعا ان النادي الاهلي هو اللي يبادر بالنتيجه ان شاء الله وبالهدف الاول يا رب ان شاء الله. كابتن شريف عايز تتكلم تقول حاجه كابتن اسامه؟ لا كابتن شريف توقعاتك لسيناريو الشوط الاولاني؟ والله احنا قتلنا بحثا حكايه الفرقتين خدت بالك والامكانيات المتاحه بالنسبه لهم. لما انا لاول مره الحقيقه هتفرج على ماتش الست لعيبه القدامانيين في كل فرقه يمتلكوا مهارات فرديه الحقيقه، ويمتلكوا من الامكانيات ان هم هيورونا مباراه فيها التزام وفيها اصرار من صاحب الكلمه. يعني انت النهارده مش هتكسب مباراه زي دي اذا كنت بتعمل مجهود قوي جدا، اذا كان زي ما قال علاء مجدي قفشه ده لازم ينزل نص الملعب اول ما بيشوف اي حاجه بتحصل يكون منه مالي هذه المنطقه. تاني حاجه اللي هو الكونتر اتاك اللي بيقدر يطلع الاطراف بتاعتك بسرعه وهو بيكمل في نفس المنطقه. وعنده اللعيب الشادو هو دايما اللعيب الخفي اللي بيقدر يغير لنا الحكايه دي. ففي حاجات احنا مش هنقدر نتكلم فيها ايمن غير من اللعيبه نفسهم، هم اللي قدروا يترجموا لنا التفوق. التفوق الواضح يبقى من اللاعبين الحقيقه صحيح. من الحاله البدنيه، انما الحاله الفنيه والكلام من ده في 45 دقيقه اولى ان شاء الله يبقى في تقدم للنادي الاهلي عكس مباراه الاتحاد باذن الله. باذن الله. كابتن علاء، الكابتن طارق عنده بعض التعاملات الدفاعيه اللي هي احنا بنقول ان هي قديمه شويه. يعني مثلا هو الورقه الرابحه اليومين دول في النادي الاهلي محمد مجدي قفشه، هو ممكن يلعب عليه مان تو مان في نص ملعب ممكن واحتمال كبير طلع النهارده، ممكن واحتمال كبير جدا، ممكن فرانك فرانك عليه فرانك ستيفن يخليه مع محمد مجدي اول ما يخش نص الملعب او في الثلث الاخير هيخليه. بس خلي بالك فرانك مؤذي وممكن بسهوله جدا ياخد طرد ذكاء محمد مجدي. يعني هو ذكاء محمد مجدي ان هو لو انذار في الثاني خلاص يبقى انت كده، لكن هو دايما كابتن طارق مش مع الكره اللي هي اللي كان بيتكلم عليها اسامه اللي هي الكره الحديثه، لا هو بيلعب بكوره دلوقتي مين اخطر واحد دلوقتي او المحور موجود في النادي الاهلي خصوصا في الثلث الاخير. هو دايما طارق العشري ما بيفرقش معاه نص الملعب خالص اذا كان او نص ملعبك انت. هو دايما بيركز في حاجه ايمن، الثلث الاخير ملعبه هو مظبوط، ازاي يقفل مساحات كويس قوي ويقفل اطرافك كويس قوي. مين مزبوط. بيعمل الشغل دلوقتي كويس من الناحيه دي؟ محمد مجدي صحيح. هو اللي بيخترق، هو اللي بيسدد، هو اللي ممكن يعمل تمريره. هو ده اللي هيتمس. ممكن فرانك ستيفن تلاقيه في الثلث الاخير مع محمد مجدي، وده يدي فرصه لعمرو السوليه او حمدي فتحي. اكيد لو حمدي فتحي اكيد يبقى عندهم المساحه اللي يقدر يقدموا فيها. وعندهم الاثنين على فكره بيعملوا الحته دي كويس قوي. كابتن اسامه هنشوف اهداف الشوط الاول؟ ممكن، متوقع ممكن ان شاء الله النادي الاهلي يحرز في الشوط الاول. بس حتى لو ما حرزش الشوط الاولاني زي ما قلت لك المهم ان يبقى في شراسه في الهجوم، ما يبقاش تدخله في الماتش عادي، يعني يبقى يتجرأ عليك. ممكن بعد كده الجون يتاخر ما فيش مشكله، ممكن حتى توصل لاكس وقت اضافي، ده طبيعي في كره القدم بيحصل، لكن المهم انت اللي تبقى راكب المباراه. كابتن هنشوف الجوان ان شاء الله باذن الله، النادي الاهلي هيحرز ان شاء الله الشوط الاول باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي. وهنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.